لكل المشاهدين وين ما كنتوا عم بتتابعونا عبر ال بي سي الفضائيه وروتانا خليجيه. اليوم موعدنا موعد النهار الاحد 20 سبتمبر، هالنهار يلي الاكثريه اكيد بيكونوا بانتظاره لانه رح نحكي عن كل التفاصيل يلي بتخص كل شب وصبيه بيوم الزفاف، واكيد بدنا نشكر زفه نغمات يلي كانت اليوم او اللي بلشنا معها حلقتنا، وبهاللقاء بترافق انا والعروس نانسي. اوه مساء الخير نجي. مساء النور نانسة، الحمد لله ماشي الحال، وكمان اكيد انا كثير منيحه وبدوري بمسي بالخير كل المشاهدين. يوم العرس يوم مش عادي ولازم له تحضير قبل بفتره حتى كل شيء يكون على ذوق العروسين، وحتى هالنهار ما ينتسى ويضل بالذكرى بالبيت. اكيد نانسي، وما انه هالنهار كثير مميز ضيوفنا كمان مميزين. ضيوف الفقره الاولى بنرحب بسيده الاتيكيت بلبنان يلي بتتميز باناقتها ولياقتها وحضورها اللطيف ست انمي سكر. اهلا وسهلا فيك ست انمي. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا نورتينا. وايضا معالج النفسيه ليا سوايا، اهلا وسهلا فيك ليا. اهلا فيك. هلو ليا، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. بنبدا معك ست انمي، عن شو اليوم اخترتي تحكينا، عن اي موضوع؟ بدنا نحكي عن الأعراس وكل شيء بيتعلق بالأعراس. لكن دايما لازم نحط ببالنا انه كل منطقة لها طريقتها، كل مجتمع له حيثياته. مش دايما كل نقطة، يعني القواعد ما هي جاملة الكرة الأرضية كلها، لانه كل محل في عادات وتقاليد معينة. اكيد تقاليد وعادات. دائما ننتبه عليها. اكيد. وليا رح نحكي اليوم عن الخوف من الارتباط والوضع تحديدا الزواج والوضع النفسي للصبيه قبل الارتباط. وكمان اليوم لكل عروسين برنامج ببيروت رح ياخذكم بجوله على احدث واخر الابتكارات بكل شيء بخص الديكور، الحفلات الفنيه، جمال وزينه وغيرها من المواضيع يلي رح نتعرف عليها بهاللمحه السريعه. خبيرة البشرة حياة لوان تعتني ببشرة العروس من خلال ماسك كافيار. وخبيرة المكياج سارة عبد الصمد بتكمل إطلالتها بمكياج بليق باليوم المنتظر. أما أجمل تسريحة عروس فبيوقع مزين الشعر سارة عزام. جوزيف حسروني بيعرض لنا مجموعة فريدة من بطاقات الزفاف. منسق الورود جورجيو بيفرش وبيزين نهارك باجمل البيئات. وايضا اجمل الذكريات بيحفظها لنا استوديو ايزاك بصوره ساحره. وطبعا مثل العاده جوله على الاخبار، وانا خبريتي بما انه اليوم حلقتنا عن الاعراس هيك خبريه مهضومه. بلحظه اعتقدت عروس انجليزيه انه عرسها او يوم زفافها تدمر بسبب اثنين ويتر وقع مشكل بيناتهم، وبالفيديو يلي رح نشوفه منلاقي انه في ويتر حامل قالب جاتو كبير وعم بيمرق بين الطاولات مثل ما عم بتلاحظوا، عم بيتمشى على اساس كل شيء تمام. وهون بهاللحظه بنلاحظ انه بيجي ويتر ثاني بيدرشوا بيوقع الجاتو بالاحرى. طبعا العروس هون انصدمت وما كانت عم تستوعب شو يلي عم بيصير، تفاجأت كثير ويمكن قالت شو هالنهار التعيس. طلع اخر شيء انه جوزها او عريسها عامل لها مثل نوع من مقلب ومتفق معهم. مهضومه. نرجع نشوف لكين الفيديو مره ثانيه. حلو هيك الدروبه يعني، وخاصه بهيك نهار بيبقى واحد قاعد على اعصابه وعم بيقول انه بدي كل شيء بيرفكت، مش هيك ست امي؟ فيني اعلق على اكيد تفضلي. هلا هي من حيث المبدا اكيد انصدمت اول مره، بس دائما الانسان لازم يخفف امور الحياه يلي هي بالنتيجه سنويه جدا. صح. اذا وقع قالب الجاتو بالفعل بكثير في محلات بالبلد بيقدروا يجيبوا واحد ثاني، ما في مشكله ابدا.
وعريسها يلي هو اختار هالنهار يعني شوي تقل عليها وهالقد يصدمها من اول يوم صح. يمكن يعودها على مشاكل الحياه الثانيه. عودتك انه بعد بدري كثير اشياء او ليشوف لاي درجه ممكن تتحمل. صح وليا كمان على الصعيد النفسي هون سبب لها توتر نهار عرسها مع انه بتكون هي اوريدي موتره فلازم زيد من هالتوتر. ولكن مثل ما تفضلت وقالت مدام امي انه لازم حتى العروس لو تفاجأت بهيدا الشيء اللي صار يلي اكيد حيضيقها لازم تنسى هالتفاصيل الصغيره وتاخذ الموضوع بايجابيه. حتى العروس كمان لازم تكون هيك اعصابها رايقه اذا صار شيء بالفستان. ارتباطها بحبيب قلبها هو اهم كثير من الجاتو. صح واصحابها اللي صحيح بحبوها ما بتفرق معهم. صحيح. يعني دائما الانسان بده يشوف الحاله يلي نحن وقعنا فيها. صحيح. في اشياء كثير اهم بكثير من هيك. اكيد اكيد اكيد. انا رح اخذكم على فنلندا. وقامت هيئه البريد الفنلنديه بتجربه جديده لاستخدام طائرات بلا طيار لتوصيل الطرود، واوضحت انه هالخدمه ممكن تصبح حقيقيه خلال سنوات معدوده، وبتستمر التجربه لعده ايام وهن 4 ايام بالضبط لنقل الطرود بين العاصمه هلسنكي والجزيرة على بعد 5 كيلومترات. ونقلت بهالتجربة طرود وزنها حوالي 3 كيلوغرام، وسارت تجربة نقل الطرد الأولى دون مشاكل، وحتى وصلت الطيارة بدون طيار لموقع بيبعد قليل عن موقع المستهدف. واللافت أنه هيدي أول شركة أوروبية بتحاول نقل البريد جوا بالمدن. يعني من ناحية حلقتنا هالوسيلة مثالية ممكن نعتمدها بلكي لنبعث كروتة العرس أو يعني كارت الانفيتيشن كارت. هلا هي في أسرع منها يلي عم بيستعملوا الإنترنت. أيه. عم بيستعملوا هيك. هلا هيدي الشغلة ممكن تكون يمكن بالعمل أو شيء، بس منه كثير بعتقد أنا عملي. عملي أو صحيح. ما بعرف يعني بده بعد فترة تتعرفي التجارب منها أو إذا كانت بالفعل هي صالحة لأمور شغل أو يمكن في بعض الملفات اللي هي كثير دقيقة وما لازم حدا يعني يحصل عليها، ممكن حدا ياخذ يستولي عليها. بده يشوف النتائج بعد فترة. يعني ما فينا دائما نعطي رأينا بشيء جديد هيك بشغل سريع، بس كمان وسيلة جديدة يعني ممكن تكون سريعة وسهلة ومن دون هيك ساعة بريد ومن دون انه توصلك بهيدي السرعة. وحرام على ساعة بريد شو بيعمل؟ بيقعد بالبيت؟ لا عن جد إذا بتجي بتفكري يعني كمان انه في أشخاص رح يتوقف شغلهم. صح صح. من وراء هالتقنية. بس بدي أعرف إذا بنبعث كروتة العرس أو شيء عزيمة للاتيكيت او لا؟ هلا هيدي لانه بتنبعث عادة بالبريد ممكن تنعمل، بس يعني شوي صعبة بعتقد. لانه بدنا نشوف الوضع وين وبأي بلد وحال المدينة والبنايات، يعني ما بعرف بدها تكون مدروسة كثير. بدنا نشوف شطارة هيئة البريد الفنلندي. على كل بطاقات الدعوة لازم تتوزع قبل بشهر أو شهر وأسبوع، يعني بضل في عندهم وقت حتى يقدروا يوصلوا للكل وللأهل والأقارب. بدهم حدا يروح من العائلة من البيت. صح. يعني نعم. هيدي العوايد اللي هي موجودة عندنا الا اذا كان في شخص بعيد بغير بلد او برات ما بيقدروا يقصدوا. ايه يعني وبعدين كل بلد مختلف شوي. اكيد بتأمينوا نبقى ببلادنا العربيه كلنا بنحب محافظين على هالمبادئ ودائما الدعوه. صح. بالدول العربيه ببعتوها قبل باسبوع على اساس الست موجوده بالبيت السيده والرجال بيكونوا عارفين، لانه بيعملوا اعراسهم منفصله جدا. يكون في الرجال بيوم والسيدات بيوم آخر. كمان بيوم ببعتوها قبل اسبوع مش اكثر. نحن ما بتمشي عنا لانه في ناس تشتغل، في ناس تسافر، عندها التزامات. عندنا غير كونسبت، عندنا غير عوايد، عندنا غير تقاليد. ما فينا. طيب ست امين خبريتك هلا شو جبتي لنا معك؟ خبريتي رح اقول لك شغله، يعني الفنانين دائما في عندهم شغله ولو كانت كثير بسيطة ويمكن ما بتنذكر، لكن بتعرفي الإعلام واللي بيحبوا يدخموا هالأمور. صح. حتى يشتغلوا. ايه. اوكي ما أنا مشكلة.
الفنانة شو اسمها بعتقد جينيفر أنستون ممثلة، نعم، تزوجت مرة ثانية صحيح، وقيل انه زوجها الاولاني براد بيت بعت له هدية، الهدية كناية عن فاز من الكريستال كريستال الممتاز اوكي ايه، وبعت له في زهر دوار الشمس. هلا الممثل عنا يعني يلي ناطق باسمها ل جينيفر أنستون، نعم، لجينيفر كذب هالخبر، هذه هي الخبرية. أوكي. يعني ان بعت او ما بعت يعني ما لنا شغلة مهمة، يعني مش ايه، بس بتعرفي مثل ما قلتي بالبداية الصحافة هيك بحب يلاقوا حيلا شيء لحتى نعم بدهم لأنه في ناس بتحب تعرف أخبار الفنانين يلي هن بحبوهم، وهذا نحن بنحترم رأي كل إنسان، ما فينا نقول ليش أنت مهتمة بهالخبرية، لأنك أنت بتحبي من دون ما نقعد نفسر وأشياء يمكن سيكولوج ما هيك دكتور يمكن ما مش ضروري. بما أنه اليوم حلقتنا عن المتزوجين هيك خلينا نروح شوي صوب الإتيكيت، إذا هل أشخاص انفصلوا ورجعت هي تجوزت أو هو تجوز بيصير انه يبعث لها مثلا هديه يهنيها او هي تبعث له هديه تهنيها؟ حتى جاوب هون، دائما نحن بنقول مثل ما قلت ببدايه الحديث، ما في قاعده بتطبق على كل على كل الاعمال، نعم، او على كل الحالات يلي هي بتكون، لانه ممكن هن كثير متفقين بيقدر يبعث لها، او يمكن هي تركته وهو مزعوج، ما بدنا نشوف حالة الأشخاص. صح، ما فينا نحن نقول فينا نبعث أو ما فينا نبعث، يعني حسب نوعية في حالات العلاقة. إيه، في حالات خاصة إلى قواعد، مش قواعد إلى أصول بتصير الأمور فيها بشكل مختلف. هلا إذا متفقين ليش لا، ما في مشكلة أبدا، نبعث لها ما في مشكلة. وإذا ما بعد كمان يمكن بتخاصمين ما بده يبعد، ايه اكيد هون بيرجع يعني لطبيعة العلاقة، يعني المطلقين وماشي حالهم، يعني تخانقوا ما تخانقوا بالاخر فيكم تبعتوا هدية او شيء، ما في مشكلة، حسب الحالة اللي نحن فيها. حسب الحالة. ليا وين رح تاخذينا؟ انا خبريتي هي عن صورة كثير بسيطة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، نعم، مأخوذة من الخلف، هي صورة لبي مع ابنه، البي تيبه كتير مبللة من الشتاء وعم بجرب يحمي ابنه من الشتاء. هالصورة كتير أخذت نسبة مشاهدين، شافها تقريبا حوالي 3 مليون شخص، وكل الأشخاص علقوا على تفاني هالبي ودوره. صحيح هو شيء بسيط، ولكن الشيء اللي ورا هيدا الشيء كتير عظيم، والملفت انه عند الولد ما كانه نقطه مي جاي عليه، قد ايه هو مبلل للوالد وقد ايه كثير حلوه هالصوره، معبره كثير هالصوره. صح، وهون انا بدي اعلق على شغله، مش بس الام تعطف على ولدها، كمان الاب. صح، يعني ما بدنا نقول الاباء ما منيح او الامهات، دايما ما فينا نجمل كل شيء، كل واحد له وقته وعقله وتدبيره. ياما مرات في اباء احن من امهات بكثير، كمان بتلاقيها هيدي الشيء. لكن من بعدها جوله على الاخبار، صار وقتها لننتقل لعند الشيف وليد زيدان من فاتيسري لجالوزي ونشوف شو محضر لنا اليوم. بونجور شيف. بونجور، كيفك؟ سافا سافا، منيح. شو الاخبار؟ ماشي الحال، يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. بلشنا بالتحضيرات من قبل، ما في اخبركم الصوت كيف كان بالاستوديو هيك، صرنا عم نشتغل على ايدنا على الخفيف مع عمان مثل ست البيت، يعني نركز كاننا بالبيت عم نشتغل. اوكي تفضل. شو عاملين اليوم؟ اليوم بدنا نعمل لكم مافن لنزينهم فيما بعد. اوكي، ومجموعه موسات، موس شوكولا وتشيز كيك وتيراميسو. اوكي، وسهل السيده بالبيت تحضرهم هو لل ما نحن عم نحاول نعمل اشياء انه السيده بالبيت تستوعب تشتغل على مهلها. اوكي، مرتاحة. باي شيء رح نبلش؟ رح نبلش باي سويت؟ بالموس شوكولا. اوكي اوكي، سو بدنا شوكولا 300 جرام شوكولا او 300 جرام لانه ما في مجال تكون بكبايه يعني. نعم، يعني مقطع هيك بيكون الشوكولا بتجيبه جاهز من السوبر ماركت وبتقطعه. السوبر ماركت بيجي ببلوك. شو هيدا الشوكولا مع حليب داخله ولا
ولا المر مع لا الحليب؟ لا، هذا مع الحليب. اوكي. بدنا نذوبه، نحطه بمايكروويف هلا نذوبه، لازم نحطه مع الكريمه ومع الباز تبعه. اوكي. اللي هو البيض المخفوق مع السكر المغلي. ليش ما بنذوبه بالباماري على النار؟ لانه يمكن اسرع هيك. أسرع. اسهل. إيه؟ اسهل صار على ستي. احنا عم نحكي تما تنقل ست البيت وتقول نقيته كمان جات نقيته. لا بس قلت بدي اعرف بس شو الطريقه. ما بيحترق لأنه. هيك قد ايه بتحطه تقريبا؟ 30 سنه 20 سنه؟ ما بيحترق. لا ما بيحترق. إيه. اوكي على السريع ما بيحترق هيدا. شو الكريم اللي بدنا نحطه؟ قلت لي بدنا نحط كريم معه. كريم انا خفقت كريمه هلا لانه تما ايه صح تما نزعج من الصوت. نزعجه من الصوت. كريم فريش هيدا. نعم. يلي بدنا نقسمه بالاوزانيه 300 جرام كريم فريش، 300 شوكولا. اوكي. و300 من الانجريديان تبع الباز الاساسي، البيض والسكر. أوكي. المغلي على النار. بعدين شو بتعمل فيهم؟ بنرجع بنحطهم بكبيات صغيره. نعم. كرمال هدول كبيات موجودين للاعراس. ايه. يعني مثلا صح. او حتى ببيتك. واذا كنا عاملين عزيمه. ايه. ممكن كثير كنا عاملين عشاء بالخطبه او شيء. بكون عندنا اشواء كثير من الكبيات. نعم. في عندنا هيك اشياء. اوكي رح نحطهم هون. ايوه. لنفرجي هيك على الكاميرا. وفينا كمان هذا الصنف كمان هيك. اوكي عدة اشكال. بتحط لكن اول طبقه شو؟ اول طبقه بنحط بسكويت صغيره. نرجع بنحط الموس. نرجع بسكويت لانه الموس كثير حد دلع. اوكي. وحتى نخفف حلاوته بنحط لهم بسكويت طبقتين حتى الواحد ياكل مرتاح. طيب شايف رح نتركك هيك تقعد على رواق تشتغل هون بالمطبخ ونحن بعد شوي بنرجع لك. ماشي. يلا العوده لعند نيفين. نانسي رح نشوف سوا بهالفيديو الرقصة الأولى لعروسين، وهالرقصة نشرت عبر اليوتيوب من أيام قليلة وحققت نسبة حوالي 7 ملايين مشاهدة. خلينا نشوف هالفيديو سوا ومنعلق. هالقد نسبة مشاهدة عالية، والواضح قد ايه كأنه في انسجام بيناتهم تيرقصوا بهالخفية وبهالطريقة اللي كثير مهضومة. بحبوا الأكروباسي يعني. ايه مبين. أنا صح. هلا هي عملت هالحركة كثير مهضومة ومش كثير صعبة، بس هو يكون بهالانحناء إلى الوراء ويضل ويقوم مثل كأنه في شيء عم بيشيله حد. بين انه مرن مضبوط. في شيء مرن او في شيء محطوط شيلوه بالفيديو ما بعرف. اوكي. طب ليا انت شو رايك؟ حبيته كثير، بس اكيد في ليونة معينه وهن اكيد تدربوا واخذوا وقتهم وعارفين شو عم يعملوا. صحيح. كمان رح نبقى باجواء الاعراس وكيف فاجئ عريس عروسته. خلونا نشوف سوا الفيديو الثاني. الله 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 الله
يا الله مهضوم هالعريس اللي كان عم بيرقص عم بيتسير ست امي وليه عم بيتسيروا مع بعض مع بعض اكيد على الفيديو. عم نلاحظ هون بهالفيديو كان عم بيرقص لعروسته على اغنيه جاستن بيبر، وقبل بمره كمان شفنا شكلهم بالغرب صاروا عم يتبعوا هيدي الطريقه بيعملوا سيربريز العريس بيرقص للعروس. امتى رح تصير عندنا؟ ما بعرف، مش الكل اكيد، مش الكل بس هلا كانه ترند جديد. عم نلاحظ ما هو بصير واحد يعمل بينحسد من الثاني. هل له معنى؟ انا سمعتيني شفتيني عم بحكي مع الدكتور يلي هي بتنورني، لانه انا في شغلات يمكن ما اعرفها من حيث النفسيه، يعني تفسير ليش انعملت. قلت لها بدي اعرف ليش انعملت هيك، شو المغزى منها، شو قالت تعبير شو تعبير العريس لعروسته بهالشكل. يعني عرفتي انا شوي بستغرب، ما دائما بقول واو على كل شيء، بدي اشوف عشو. طيب ليه شو قلتي؟ ليش هو بيكون العريس عم تحليلي اكثر انه هالشخص عم بحس بنهار عرسه انه هيدا نهار لإله هو، دونك كل شيء مسموح لإله، انا فيي اعمل كل شيء، انا بحق لي اعمل كل شيء، مشان هيك يمكن بلشنا شوي عم نشوف قصص جديده وقصص مبتكره دائما. بس اول مره بحياتي بشوف عريس كول هالقد، عادة بيكونوا يعني انا سؤالي إلا كان بمحله، انا هلا ولا بده يكون في شيء لانه طبعا اكيد. ست امي اكيد حضرتك باقيه معنا وليا ايضا، وبعد الفصل مباشره رح ندخل اكثر بتفاصيل المواضيع يلي اخترتوها. فاصل اول وبننطلق بحلقه الاحد. معكم مشاهدينا، وصحيح انه حفل الزفاف يعني عن جد يا ريت دائما تكون معنا ست امي، هيك دغري بنبلش عم نضحك، لكن صحيح انه حفل الزفاف مناسبه لنكون خلالها ساعدين بارتباط شخصين، ولكن هنهار له اصوله ولا يأته ان كان عند العروس واهلها او عند المدعوين، وكمان بهنهار بتترك البنت بيتها وبيت اهلها بالدموع، فليش بتبكي بهنهار ومن شو ممكن تخاف؟ هذا هو موضوعنا اليوم مع ضيفتنا خبيرة الاتيكيت امي سكر. اهلا وسهلا فيكي مره جديده. شكرا. وكمان المعالجه النفسيه ليا صوايا، الدكتور ليا صوايا، اهلا وسهلا فيكي دكتور. ست امي بالاعراس دائما في اصول ولياقات معينه ما لازم نتخطيها، خلينا هيك نبلش بالبدايه. اوكي. من بطاقه الدعوه عفوا، اي متى لازم نبعثها وشو لازم يكون موجود بقلبها؟ اكيد. هلا البطاقه من المفروض تجي قبل وقت كافي، ممكن تكون شهر، ممكن تكون ثلاث اسابيع، ممكن تكون اسبوعين، بس الاهم والاحسن، نحن مش عم نقول بس مفروض هيك، نحن بدنا نكون في بدنا نعرف شغله، انه القواعد دائما باللياقات ممكن تتحرك من شغله من موقع لموقع. نعم. مش ضروري قبل شهر، بس الاحسن هو قبل بشهر. ليش؟ ناس مثل ما قلنا قبل شوي مسافره تقدر تجي، في ناس بتشتغل، في ناس بتاخذ مواعيد قبل ثلاث اشهر. صح. بس يعني لعمليه الشغله. أوكي. المهم وشو مكتوب عليها؟ نعم. هلا على مفروض اكيد الداعيين الاهل فلان وفلان لهذا والوقت هذا وكل العالم بتعرفها. مظبوط. المهم هلا على الغلاف. الغلاف وقت اللي بيوصلنا نحن دعوه بدنا نشوف شو مكتوب عليها، هل مكتوب حضرة السيد فلان الفلاني وعقيلته وفقط؟ أوكي. اما السيد فلان الفلاني وعائلته. العائلة. نعم. معناتها الأولاد، هو وزوجته، يعني هو وزوجته فقط بس. هيدي لازم نحن نتأيد فيها، مش أمتى بدنا نبعث الكارت، يعني في فرق، هذا حبيت أنا أوضح. بعدين في شغلة تانية، وقت اللي بيكون الشاب أو الصبية مخطوبين، من الضروري نبعث للشاب المخطوب له وحده ولا خطيبته وحدها، لانه هي كيان مكتمل متكامل ما دخلت بعد بالعائله. لانه كثير في ناس وللاسف بيقولوا للشاب او للصبيه الخاطبه
جيب خطيبتك معك صحيح. او جيبوا خطيب مش كانه كيس بطاطا يعني مش معقول اصبح مفروض ينبعث باسمها واسم عائلتها لانه بعد ما تزوج مزبوط. هلا بالدول العربيه مثل ما قلنا بينبعث بفتره اسبوع يمكن خمسة ايام مش اسبوع سبعة ايام كمان وبالتالي كثير من الصبايا او السيدات بيندعوا باسم اهلهم يعني حضرة الفلان الفلاني وعائلة أهله لأنه في كثير ما بيتكنوا بعائلة زوجهم هون بدنا نلحق العادات والتقاليد يعني كثير من الأوقات في عادات وتقاليد بتحكم علينا نعم. وأيام فينا نتطور وفينا وما بدي أقول هون يفهموني غلط أنه إذا مشينا حسب عاداتنا وتقاليدنا منا عم نتطور لا بس أنا اللي بدي أقوله فينا نغير بالأحرى بمجرى الأمور ومثل ما قلت دايما بعيد القواعد ما هي منزلة ممكن تتأقلم ممكن تتجدد ممكن تصير مودرن أكثر نعم ست أمين ما أنا عم نحكي عن كروتة الأعراس كمان عادة بنشوف ليس دو مارياج أو رقم الحساب نعم. بالكارت هل هذا الشيء من الأتيكيت ضمن الأصول أو لازم كل حدا يهدي بطريقته من دون رقم الحساب أو ليس هلا كيف كان وكيف صار كان بالزمان ما ينحط هيدي لكن هيدي العادة إجت من أوروبا من فترة لأنه كانوا الشباب شوي متضايقين ماديا وصاروا أصحابهم المقربين والأهالي يقدروا يعطوهم مصاري هلأ أنا لفترة كبيرة كنت ضد هالشغلة لأنه أنا بعتبر الهدية هي كتذكار من الشخص الهادي للمهدى أوكي؟ وبتضل معه للعمر وهيدي جميلة جدا أما اليوم صار في عنا شوية يعني عم نشوف الشبيب اليوم عم نساعدها مثل ما بيقولوا هي كانت للأهل وللأقارب والأصحاب وزملاء العمل هلأ ممكن تتعمم لكن برضو أنا ما كثير يعني بتحب ما بحب من دون ما نذكر لو فينا ما نذكر هالشغلة الإنسان بدل ما يبعث أي شيء بيقدم المصاري أو بيبعث لهم أو بيقولوا لي كيف بدنا نبعث وما بنعرف رقم الحساب يعني هون شوي الشغله هيك انا ما كثير انا ما بحبها شخصيا هلا هي بتساعد مفيده للكل اوكي فينا هلا في كمان خطوه في اشخاص كمان المرتاحين على وضعهم عم يعملوا طريقه ثانيه كمان اللي مثلا بيتبرعوا لمركز صحيح. الاطفال اللي عندهم كانسر كثير منيح هيدي شغله كمان هالطريقه حلوه كثير هيدي ممتازه صح. بس اذا العروسين كمان احوالهم يعني صح. متاخره ما له شيء ندعمهم شوي بس انا بدي اتمنى على يلي ما بيكون عنده كثير مصاري ما يتدين تيعمل عرسه رجاء يعني ببلش اول ايام حياته مع حبيبته او هي مع حبيبها بالدين وشغل الفكر ما بكفي شو فيه خلاص يعني خلي يكون بساطه اكثر المهم يجتمعوا مع بعض ويحبوا بعض طيب ستامي خلينا نحكي شوي عن الضيافه واستقبال المدعوين ببيت العروس كيف لازم يكون هلا كمان ما في شيء بيقول لك ضيفي واحد اثنين ثلاثه اربعه عشره كل شيء بيرجع شوي للعادة والتقاليد وبالتالي لا جيبة صح إذا أنت قادرة يمكن ضيفي عشر أصناف أنت حرة هذا بيرجع خيار إليك لكن بالمبدأ فيك ضيفي ثلاثة أربعة وبزيادة يعني مش جاي يتغدى أو يتعشى الضيف وما نركز على يعني الضيافه مهمه لكن مش هذا الاساس بالعرس وقت اللي بيجوا المهم يكون في مكان واسع لاستقبال الناس صح. يقدموا شراب حتى يكونوا مبسوطين ويعني صح مش المهم نحط 200 صنف رغم انه يمكن بعض المحلات بتزعل مني بس انا بدي اقول نعم طب دكتور ليا حضرتك بس هيك تقومي ب
بتروحي على عزيمه معينه بيكون عندك انتقادات، بتنتبهي لبعض التفاصيل اللي ست امي ذكرتها؟ اكيد ما بنتقد، اكيد لا، ولكن بشوف بجرب حلل يعني ليش مثلا الضيافه هيك، ليش الامور صايره هيك، وبقدر شوف النفسيه وراء هيدا الشيء، ولكن ابدا ما بنتقد ولا بحكم على الاشخاص. نعم. طب عادة هيك من بيت العروس بتظهر العروس هيك عم تبكي ومأثرة ودائما بيكون في غصة، شو السبب الأساسي وراء هذا؟ بيكون هون في عنا خوف من الطرفين، أول شيء الخوف للصبية نفسها، بتخاف إنه عم تخسر لأول مرة هالهوية اللي بنقلها، هالإيدنتيتي الأولية، هالهوية الأولية، بتحس لأول مرة بتستحقها وبتقول إنه أنا عم بخسرها. بتخاف كثير كمان من هالانفصال، في كثير عنا صبايا عندهم علاقات فيجنال بنقلها اندماجية مع آبائهم ولا مع أمهاتهم، كمان لأول مرة بتشعر إنه هي عم تخسر هيدي العلاقة الاندماجية. كمان بيكون في عنا خوف من الشريك، وخوف من هالاستحقاق الجديد، وخوف من الأشخاص الجديد يلي رح ترتبط فيهم وباسمهم. من ناحية الأهل بيكون في عندهم خوف على هالصبية، لأنه لما بتكون ببيتهم بنتهم بتكون بيعرفوا كتير منيح أنه هن حامينا، ولكن قد ما بيكونوا مطمنين بالهم لما تنتقل لعائلة تانية بضل فيها النوع هالخوف. يعني هيدا الشيء طبيعي. صح، شيء طبيعي. الشيء مش طبيعي أنه ما تخاف وما تزعل وما تبكي. في سؤال انا بدي اسال، بس الصبيه بتبكي والشاب لا؟ لا، دائما نحن بنشوف انه الشخصين بيتاثروا، ولكن لانه النساء والصبايا هن اكثر بيعبروا عن مشاعرهم، دونك مشان هيك بنشوف انه هن اكثر بميلوا ليغصوا يمكن او يبكوا. طب دكتور، شو السبب انه دائما صعب احيانا نرضي المدعوين؟ شو ما عملنا لهم بضل في هيك اشياء ينتقدوا ومش عاجبهم، شو السبب برايك؟ في شيء كثير مهم، نصيحة مهمة، انه نحن لازم نرضي ذاتنا قبل ما نرضي الاشخاص. صح. ليه؟ نحن عم نعمل شيء لإلنا، نحن عم لازم ننبسط بهيدا الشيء، ولازم يكون في عنا ثقة بنفسنا وبذاتنا انه شو ما عملنا او شو هيدا الشيء اللي عاملينه نحن عاملين شيء حلو، عاملين شيء بيشبهنا، عاملين شيء لإلنا. دائما لما نبلش نفكر بهيدي الطريقه رح نبلش نشوف انه الانتقادات لو كانت موجوده يمكن ناخذها ككومنت، بس ما ناخذها كانتقاد ونزعل انه ما عملنا هيك ولا ما تصرفنا هيك. لانه كمان في اشخاص بس بيجوا هن مقصر تحتي لي هيك، يا ريت مثل ما بيقولوا هي علموا شوي. حلو انه نحن هيك نفسيا ما ناخذها بهيدي الطريقه، ونفسيا نحن نكون مبسوطين وهالقد واثقين انه يعني منشان هيك لازم بهيدا النهار العرسان يختاروا الناس اللي عن جد بحبوهم من كل قلبهم، لانه هن الناس الوحيدين اللي ابدا ما بينتقدوا، بينبسطوا لهم اكيد بيكونوا موجودين. بما انه اليوم حلقتنا عن الزفاف ست امي ودكتور ليا، وبما انه عم نحكي هيك عن العروس والعروس كيف تظهر من بيتها بتكون زعلانه، كاميرا ببيروت نزلت على الطريق وسالت الناس عن رايها بهالموضوع، رح نشوف وبنرجع بنعلق سوا. الزواج هو خطوة مميزة تنتظرها كل فتاة لتتوج حياتها وتحلم دائما بالنهاية السعيدة. لكن لا يمكن أن ننسى أن هناك مخاوف كبيرة تنتاب الفتاة وتصبح في حالة إحباط، وأحيانا تتحول إلى كآبة قبل الزواج. ويعتبر هذا الخوف مشكلة شائعة عند المرأة، وأحيانا تكون أسباب الخوف من الطلاق أو عبء المسؤوليات أو الابتعاد عن منزل العائلة وغيرها من الأسباب. وتكثر التفسيرات النفسية لوجود هذه العقد أو الصراعات ما بين الرفض والقبول لهذه الخطوة المصيرية، ويتعلق هذا الخوف لخلفية الفتاة وتاريخها الشخصي وبيئتها وحسب علاقتها بالشريك. هذه المخاوف التي تنتاب المرأة قبل الزواج.
اتزوج. توتر وخوف اكثر شيء. ما اكثر. انه بعدين يتغير معه ويصير يضربه ويعملها غير مثل ما قبل يعني كانوا. اتزوج. ما في مخاوف لانه اذا فكرت بهاي الخطوه اكيد حكون متاكده واثقه من حالي انه رح اعمل هاي الشيء. اوكي اتزوج هي لحالها بحد ذاتها مخاوف. بالعكس الست لازم تفوت على جواز هي تكون مرتاحه وهي تكون واثقه بالشخص اللي اختارته. انا بلاقي شيء كثير غلط انه حدا يكون خايف لانه انت بتنقي زواجك. انه ممكن يتغير. انه يكون بدون اخلاق وبدون احترام بس هون. شو رايكم؟ شو رايكم بمخاوف دكتور ليا؟ اذا انا عم تساليني هاي شغله، انا وقت كنت نازله من البيت كنت عم بضحك وقالوا لي ليش ما عم تبكي؟ قلت له لانه رايحه اخذ الشخص اللي بحبه. ولا بكيت ولا شيء. مش ضروري نبكي ابدا، بالعكس. هلا بيتاثر الواحد شوي بس انه البكي ما بعرف ليه، يعني الاهل نحن معهم على طول. هذا بالزمان كانوا يروحوا من بلد لبلد يضلوا سنين ما يشوفوا بعض، كانوا مقطوعين يعني ما في تليفونات ولا في ضيعه على ضيعه منتقلي على، وبعدين يمكن ما كانت تعرفه ولا شايفته ولا هلا بتكون تعرفه رفقه واصحابه واكلين سوا وسهرانين ويعني بيعرفوا بعضهم اكثر ما الكل بيعرفوا. ما في يعني ما في داعي. المهم الانسان يعرف يختار الشخص المناسب، هذا المهم. أكيد. لما بتختاري بتكوني عندك سلام داخلي وعارفه حالك وين رايحه. هلا على كل حال هالسوايا ست امين صايرين كثير مدلعين، بنات هالايام صايرين كثير مدلعين بضلهم عن اهاليهم او على السوشيال ميديا. هلا خلي ماشي يتدلعوا بس يعني من دون ما يقللوا من دلالهم لزوجهم، لانه كثير مهم يكون في يعني ياخذ يلي لازم ياخذه الزوج والزوجة كذا، يعني دائما وقت في كل شيء مظبوط بلانس هيك ايه في توازن اكيد في بضل كثير منيح. دكتور ليا بهالفتره بتكون عم بتعيش العروس بفتره التحضير كمان بيكون عم تعيش كثير توتر، بنسمع انه بصير في هيك مشاكل حتى مع شريكها بتصير تعصب عليه، هون شو بتكون كمان الاسباب وقد ايه هذا الشيء بياثر على علاقتهم بهالفتره؟ التوتر ناتج وطبيعي لانه في مخاوف معينه يمكن ما حكينا عنها، المخاوف هي بتخاف اول شيء انه بتخاف من فكره الارتباط، بتخاف انه من الفشل، هيدا الخوف الكثير كبير يلي بيتعمم يمكن على الكل، انه الكل بيسال حاله اذا رح يكون قد المسؤوليه وقد الحمل وقد الارتباط. كمان بتخاف الصبيه انه الشريك يتغير، بتخاف انه تخسر يمكن يبطل في عندها طموح، تخسر استقلاليتها، تخسر حريتها، وهيدا المفهوم الغلط يمكن. بعدين في نصيحة مهمه هي براسنا وباللاوعي الاجتماعي تبعنا في عنا صوره معينه تقليديه من الا البوستور تراديشنال للمراه. نحن دائما كصبايا بتضلها موجوده براسنا، ووقت نقدم على الزواج منخاف من هيدا يعني براسنا انه هالمراه التقليديه القديمه يلي بتتخلى عن كل شيء، يلي بتخسر يمكن قصص كثيره لما قشل بتحبها ترتبط. صح صح. دونك التوتر قدام الاستحقاق هو جاي من مخاوف معينه، وكمان قد ما عم نسمع حالات طلاق مشان هيك صار هالصبايا بيخافوا يعني. صح مشان هيك الشباب يعني دائما في بدك تعملي ميزان بين اثنين، دائما بدك تعطي حقه للشاب والبنت بدها تاخذ حقها، بس يكون في يعني عم يقر بحقوق كل شخص ما بيصير في وقت الواحد بده يعني انت ما لك حق ولا شيء، بيكون شغله الا لازم فيها تعملها في ثقه بين بعضهم. يعني الزواج شغله كثير مهمه وكثير حلوه. صح. لكن الاختيار قبل الزواج. نعم. يا ريت. نعم دكتور ليا نصيحه اخيره هيك لكل العرسان يلي عم بيتابعونا ويلي عم بيقطعوا هلا بمرحله من التوتر فيقطعوها بكل صفاء. النصيحه الاوليه انه ياخذوا وقتهم لينقوا الشريك وما يسمعوا حواليهم انه وصلتوا لعمر معين مفروض يلا انكم تتزوجوا، ياخذوا وقتهم ما ينطروا اكيد كثير ولكن يعقلوا القصص، يعرفوا ينقوا الشريك يلي بيتفاهموا معه، يلي بيعرفوا يتحاوروا معه ويتواصلوا معه، يلي بيعرفوا يلتقوا
كثير قصص، ما ضروري يكون بيشبهوا بعض، في كثير اشخاص بفكروا انه لازم نكون نشبه بعض لنعمل كوبل ناجح. بالعكس مش بالضروره. صح. لا. مهم كمان انه بس في نوسيون كثير مهمه انه دائما بيكون في عندنا مخاوف من وراء تجارب اهلنا والكوبل يلي هن عملوه، مهم كمان انه نعرف اهلنا صحيح هن اهلنا ولكن نحن افراد بنختلف عنهم واختباراتنا بالحياه غير، دونك ما نخاف انه نقدم على هيك خطوه. صح. نعم، شكرا كثير دكتور ليا صوايا على نصائحك وعلى لقائنا فيك. يا ست امي اي شيء بتحبي اخر هيدا نصيحه للشباب والصبايا. الحياه اثنين اجمل شيء بالدنيا. نعم. يعني مش لانه كبرنا او صغرنا او لازم أو لا، هي توافق شخصين قلبين وفكرين مع بعضهم ولا اجمل ولا اجمل قلب وفكر. ايه اكيد. وهيدا انا عم بحكيكي عن خبره. صح. الزواج ولا اجمل من هيك، انك تعيشي مع انسان عم بيفهمك، عم بيحبك، عم بيقدرك، عم بيعطيكي حريتك. طبعا. عم بيدفشك حتى يسندك بالحياة، يعني هو الداعم كما وأنه المرأة لازم هيك تكون مع زوجها. أجمل شيء بالكون هو الزواج والعيش مع شخصين. نعم. شكرا كثير ست أمي، يعني طارق. سيدة الأتيكات، نحن استمتعنا بحضورك، شرفتينا. أهلا وسهلا فيك، ونتأمل إن شاء الله حضورك كمان مرة جديدة بأقرب إن شاء الله. شكرا. إن شاء الله بفرح منكم. ميرسي. رح نروح فاصل، ومن بعد الفاصل رح نتابع بكل ما بخص العرسان. فاصل قصير ومنتابع. تابعت ببيروت، منحييكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. وهلا صار وقت كمان نهتم بمكياج العروس مع خبيرة التجميل سارة عبد الصمد. اهلا وسهلا فيك سارة. شو اخبارك؟ الحمد لله. تمام؟ الحمد لله. سارة، قبل ما نبلش هيك نهتم بالعروس، خبرينا بس توجه الصبية لعندك، شو بتستفسري اول شيء منها؟ اذا بدك نقعد قعدة جلسة يعني. نعم. مطولة بصراحة بنحكي أدق تفاصيل. أوكي. حتى تكون هي راضية يعني عن شخص. نعم. طيب شو رح نعمل اليوم للعروس؟ رح نعمل ميك اب. ايه شو عملنا لها؟ عملنا لها ميك اب ناعم. اها. دارج اليوم كثير ناعم وعلى ذوق، يعني سألت أنا شو بتحبي. أوكي. لهالدرجة أنت هيك؟ إيه أكيد. متساهلة مع العروس. طيب إذا بتجي الصبية لعندك، إذا كانت سمرة أو شقرة، شو بتختاري الألوان للسمرة وشو بتختاري الألوان للشقرة؟ هلا في ألوان كتير قريبة للون بشرتها وبشرة جسمها، يعني في تناسق بيكون بين بشرة وجهها وبشرة جسمها. أوكي. ولازم تكون إذا بدك وردة مفرفحة تطلع بأجمل طلة. طيب بديكي تشتغلي، فيك تشتغلي ونسيه. نحن حضرنا شوي كرمال الوقت. اوكي. لان تفضلي اشتغلي. حطينا لكن اول شيء الباز يمكن التان. نعم. للصبيه. نعم. شو بتستعملي عاده؟ التان بيكون ليكويد كومباكت يكون. نعم. هون شو استعملنا؟ اللون البرونزي شوي. نعم. اوكي. فوق العيون شو الالوان اللي كانت؟ كانت البيربل. اوكي. والاسود. عم بيطلبوا صبايا بعضهم سموكي لعروس ولا ما كثير؟ في ناس بتطلب. ايه بنروح صوب البني ولا الاسود؟ هلا يفضل بين اثنين. بين اثنين. نعم. وكل شيء ناعم اليوم دارج. الاي لاينر قديش مطلوب؟ كثير مطلوب. كثير. اي نعم. بس مش كل الصبايا بيرحلن. صح. لا اكيد اكيد، يعني حتى لو في شيء دارج وما بيرحلن ما بنعمله. ما بتعمل. بس طيب. مهم
نوصل لحل، يعني نوصل لاتفاق. تعملي استياج للصبية قبل عرسها؟ ايه اكيد. تعملي لها ميك اب تحطي لها تشوفي تقريبا يعني قديش؟ ايه هلا هنو منه كتير يعني بيعطيكي نتيجة واضحة. غير اكيد طبعا غير عرس. ايه نعم. قديه تقريبا بتاخد وقت الصبية معك نهار عرسها؟ بس بيكون في تنظيف بشرة وبيكون في استياج. ايه قبل الوقت اكيد رح نحكي هلا بالتفصيل، بس المكياج العروس قديه بتاخد معك وقت؟ ساعة ونص؟ ساعة؟ بياخد ساعة. 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 يعني تكوني محضرة قبل وعارفة حالك شو بدك تعملي. اوكي هلا شو حنحط؟ حنحط لون نورمال. اوكي. قريب للون البشرة. نعم. هلا هون صبية اسم الله عيونها كبار. بس نعم. الصبية عيونها صغار شو بتعملي تبدي لها اكبر؟ بدنا نكبر. كيف الطريقة بتكون؟ بالايلاينر. بالايلاينر. نعم. وبالنسبة للرموش رمش كامل حاطة؟ رمش كامل وفينا نكثف، يعني فينا نحط الدبل، فينا نكثف قد ما بدنا. بيعطي نتيجة كثير. وفيك تدخلي نعم. بيناتهم رمش رمش؟ ايه اكيد. كمان. اكيد. والكنا عم نقول لك كان كثير اليوم معنا كثير حلوه. كنا عم نحكي مش بحاجه اسم الله حلوه. كنا عم نحكي انه لازم تهتم الصبيه قبل ببشرتها قبل يوم عرسها ليبين الميك اب كمان مرتاح وحلو هيك بتكون متألقه بهالنهار. طبعا طبعا. شو بتعملي لها؟ شو تريتمنتس اللي عم تعملي لها اياهم؟ هو الماسك، المساج، تنظيف البشرة إذا بحاجة يعني. نعم. بتشوف البشرة بشو لشو بحاجة. نعم. وقبل بقدي بيكون من تبعها قبل بشهر. قبل بشهر. نعم. لازم تجي لعندي. إيه المفروض تكون مرتاحة يعني هي صح. أهم شيء. ما تكون معجوقة وتمشي بسرعة بسرعة. نعم. أوكي. حتى إذا في بحاجة لعلاجات حتى تاخدها على البيت يعني تصير تستعملها بيكون أحسن قبل بشهر. أنت وساري عزام كمان مزين الشعر بتتعاملوا سوا سوا وبعد شوي رح يكون موجود معنا. خبرينا شو في عندكم خدمات بتقدموها؟ خدمات بنقدمها للست كل الأشياء اللي بحاجة إلها يعني حتى تطلع خالصة ما أنا بحاجة تروح لأي محل. شعر، دفير، كل شيء. سوال الوجه. نعم، تاتو، واكس، وقريبا عندنا دكتور فيش، عندنا اوكي، كل شيء. سولاريوم. طيب، شو رح نحط الحمراء؟ البيربل. اوكي. البيربل، هلا عم ينطلب الالوان شوي قوية. نعم. على الشفاف عم نلاحظ هيدا الشيء ويمكن بيروح للصبية اللون بشرتها شوي مش غامقة كتير يعني لا خنتية ايه على بيضة كمان بيلبق لها الألوان الهيكة. اوكي عم ينطلب شيء الميك اب يلي بيكون بيجي شوي هيك فيه لمعان العروس يعني على الخدود بتحسيه كانه جلوينج ولا ما كثير بتحبزي؟ هلا مفروض يضوي يعني مفروض تكون مثل ما قلت لك مثل وردة اللي مفرفحة بس عم يعني اليوم الاتجاه على المات اكثر. اوكي لمسات الاخيرة. اوكي بعتقد صار واضح الميك اب كيف هو. انا بدي اتشكرك سارة. شكرا لحضورك معنا يعطيك الف عافيه. شكرا لك صبيه مجوزه ان شاء الله بنفرح منك. ثانك يو لحضورك معنا. صبيه بحب اقول ان الوصيفه الاولى سنه الماضي لمس الشوف. اوكي يا اهلا وسهلا. وهلا عودي لعند نيفين. نانسي مثل ما وعدنا اليوم المشاهدين الحلقة عنوانها الرئيسي عن الزفاف وهالنهار الحلو وأجمل اللحظات اللي منعيشها بهالنهار ممكن ننسيها إذا ما كان في ورانا مصور فوتوغرافي شاطر. فكيف إذا كانت اليوم بضيافتنا ليا عزار؟ أهلا وسهلا فيك ليا. أهلا فيك. كيفك؟ منيحة. بتعرفي دايما معودين مصور فوتوغرافي قليل ما نشوف هيك صبية حلوة واقفة بين العرسين وعم بتصورهم. خبرينا أكثر عن شغفك للتصوير.
هلا اكيد التصوير هو من اولوياتي. واول مره مسكت كاميرا كان عمري 5 سنين وبمساعده بي اكيد لانه هو مصور. نعم. وصاحب الاستوديو. نعم. اكيد مع الوقت طورتها وتعلمتها بالجامعه، ما وقفت هون اكيد، كمان سافرت، ويعني التصوير انه تقريبا كل شيء بحياتي يعني. شو حلو، يعني دراسه وهوايه ومهنه. صح. بقيت بحياتك فاكيد حنشوف ابداع. طب ليه خبرينا اكثر عن الخدمات اللي بقدمها الاستوديو اللي خاص فيكم ايزاك. الخدمات هي اكيد كل شيء موجود بالعرس، كتصوير، فيديو، فوتو. نعم. لوما، ستادي كام، يعني كل شيء بيختص بالتصوير موجود عنا وبيتقدم للعرسين حسب طلباتهم اكيد. طب حضرتك بس تكوني بالعرس، خبرينا اكثر شو بتصوري، شو بتشوفي؟ يمكن عاده عين الصبيه بتختلف عن عين الشاب، فيها بلكي هيك احساس اكثر. هلا كيف بتصوري العرسين؟ كيف بتخليهم يكونوا مرتاحين معك؟ هلا اكيد البنت، العروس بترتاح اكثر للبنت من انه العريس، لانه انه اكيد بنات بنفهم مع بعض. صحيح. وهو نحن بنعمل ميتنج مع العرسان قبل العرس هيك نعمل علاقه صداقه اكثر من انه علاقه شغل. العروس والعريس لما نوصل على التصوير يكونوا مرتاحين اكيد. نعم. ما يكون في توتر. شو اكثر شيء اللي بتحبي توصليه بصور الخاصه بالعرس؟ فكره معينه، شو يعني هن الكونسبت عاده؟ هن احلى الصور واكثر شيء بيبرزوا هن الصور العفويه، يعني الصور اللي ما بيكونوا منتبهين عليها العرسان، ما بيكونوا مخططين لها. نعم. بتطلع حيلا شيء، يعني مثل مثلا العروسه عم تضحك مع رفقاتها، او العريس مثلا عم بيعمل جو مع رفقاته. وهول اللحظات اصلا الحلوه اللي حلو الواحد يلتقطها ليرجع يضل يضل يتذكرهم يعني بالصوره، مش بس بذاكرته. طب لاحظنا كمان ببعض الصور في اسود وابيض، بتركزي على الصوره السوداء والبيضاء هي؟ حسب هي الصوره اكيد، لانه الاسود والابيض هو يعني الالوان شوي بتاخذ من التركيز على الصوره، الاسود والابيض بتصيري مجبوره تركزي على الديتاي بقلب الصوره. مش هيك اوقات من يعني حسب الصوره حسب شو الشيء جاي تبعها منركز على اللون، إذا نعم. أسود وأبيض أم ملونة. نعم. طب ليه كيف هيك بتبحثي، أو شو الأسلوب اللي بتعتمد عليه أنك تظهري عن المألوف فنشوف صورة نحسها جديدة وستايل خاص، أو صورة دغري بنعرف أنه هيدي صورة للا يا عزار؟ هلا أكيد هو لكل عرس في ستيله، يعني العرسين هن شوي بيساعدونا تنبرز الصورة أو تتكون مغيرة عن المألوف، يعني إذا هن ستيلهم شوي مودرن أو ستيلهم غير عن كل الأعراس اللي مقلين عليها أكيد رح تبرز صورتي. ويعني حسب كمان علاقتي مع العرسان وكيف بتعاطى معهم، كيف بتكون هي مرتاحه العروس. شو حلوه هالصوره، كثير حلوه. بترافق العروس عاده عند الكوافير؟ اكيد اذا طلبت طبيعي. يعني اذا هي طلبت بتكوني موجوده معها. طب بعيدا عن الاعراس والمناسبات كمان يلي بتصوريها، وهل بتقومي بالفوتوشوت؟ وي اكيد في الفوتوشوت، اوقات في عرسان بيطلبوا فوتوشوت قبل العرس بجمعه بجمعتين، بتكون مرتاحه اكثر، ما بتكون هيك يعني في وقت ما بيكون ضيق. وفي فوتوشوت اكيد للاولاد او لبرام اور اني ثينج انجيجمنت، وفي تصوير اكيد لاندسكيب، انه مش بس بيفرق ليها عاده تعامل عرسين او صبيه عم تتصور عم تعمل فوتوشوت بورتفوليو لها ومع الاولاد، بتحسي شغفك معقول بمحل بيقل عن المحل الثاني؟ لا، التصوير هو تصوير، يعني انه اكيد حسب كمان برجع بقول حسب العالم، حسب العرسين، حسب الشخص اللي عم صوره، يعني انه الشغف بيكون موجود بالتصوير بكل المطارح. نعم. طيب ليه خلينا شوي نحكي كمان عن العروس، لانه هلا صارت حتى العريس بحبوا كثير يطلعوا بصوره طبيعيه كثير عفويه، كيف ممكن بالعجقه، ويمكن بتعرفي قد ايه بيكون في عاده عجقه بالعرس، تقدر تلتقطي هالقد الطبيعيه والعفويه؟ هو نحن عندنا سيستم انه بنجيب مصور زياده. نعم. العرسين ما بيكونوا عارفين فيه، يعني هي بتكون مثل تقدمه منا، هو بيكون بعيد شوي عن الانظار، هيك العروس بتكون مركزه علينا وبالوقت اللي نحن ما بنكون عم نصور بيكون هو عم بصور بس هي ما بتكون منتبهت له. حتى بالفيديو كمان اكيد بالفيديو. أوكي. فيديو وفوتو عم نحكي. فبهالوقت اللي ما بتكون هي منتبهه، يعني بنكون قلنا لها نحن وقفنا تصوير او شيء، بتكون عم تعمل هي حركه، الشخص الثالث المصور الثالث هو بيكون عم بصورها.
حلو، يعني في اسلوب معين بتمشوا عليه ترضوا هيدا الذوق او هالموضه اليوم اللي هي الطبيعيه والعفويه، اي شيء بتحبي تضيفيه ست ليا؟ ست ليا ست اميلا كثير ست عليكي ليا على حديثنا. لا ها هي يعني كل التوفيق لك ليا، ان شاء الله بنرجع بنشوفك عن قريب. اهلا وسهلا. هلا رح نروح منوحي حلقتنا، رح نروح لكليب مريم فارس بلشتوا دقوا الطبول. الدنيا حلوه والقلب يهوى، يلا نغني للحب غنوه، الجو رايح والشمع ذايب، والله جمعنا باغلى الحبايب. العرسين، وقبل شوي اهتمينا بمكياج الصبيه مع ساره عبد الصمد، وهلا صار وقت نهتم كمان بلوك شعره مع مصفف الشعر ساري عزام. اهلا وسهلا فيك ساري. كيفك؟ اهلا وسهلا ساري. كيف حنهتم اليوم بالعروس؟ احنا عمل شويه استريحه ناعمه، وجان خرج الصبيه معي، هتكون كثير سمبل، واصلا هو صار دارج كل شيء سمبل يعني. نعم.
كمان صاروا الصبايا العروسات عم يتجهوا للشعر الناعم الفلت هلا اجمالا simplicity is beauty مثل ما انت كل بيعرف نحن بنشوف العروس شو بيلبق لها اساسا يعني في ناس كثير بيلبق في كثير عرايس بيلبق لها الفلت في كثير عرايس بيلبق لها الرفع بس نحن بنشوف شو خياراتها هي شو حابه لانه اكثر شيء لازم تكون هي مرتاحه مع حالها كمان بذات الوقت لانه هذا نهارها يعني مش ما فينا نعمل شيء نحن بنحبه اذا هي مش مقتنعه فيه نحن فينا نقنعها بس هي يعني ما فينا نقول خيار الاول والاخير لها بس انا بدنا نقنعها قدر الامكان شو بيلبق لها لها نعم طب ساري قبل شوي كانت معنا خبيرة التجميل سارة وحضرتكم موجودين بزيت الصالون خبرنا كيف بتم التنسيق اذا العروس بده ميك اب قوي كمان انت هون بتنعم الشعر وخبرنا اكثر عنه نحن اول زياره العروس عندنا على الصالون بتكون هي جاست ميتنج يعني بس نقعد بنتصور مع العروس وبنعرف شو بدها هي شو حابه لنهار عرسها بنشوف وجهه مع عليم وجهه اذا بدها شيء قوي بدها شيء خفيف ونحن بننصحها فاكيد يعني اذا هي حابه ميك اب او ما بيلبق لها اكيد ما بنعمل لها اياه وبنحاول قد ما فينا نعمل اللي بتحبه بس بطريقه ناعمه. طيب سالي بنبلش لكن بتسريحه العروس شو احكيك انت عم تشتغل ايه ولا لا عادي صراحه شو رح نعمل؟ حنرفع الشعر حارفع الشعر رفعه صغيره على الواطي اوكي حركه طرحه من تحت والرفعة اللي على الواطي بتلبق لكل فورم الوجه؟ لا اكيد ما بتلبق لكل الفورمات الوجه بس بتلبق نحن انا بشوف انه كل صبية بيلبق لها كل شيء بس بطريقتها الخاصة بمعالم وجهها شو بيلبق لها يعني في كل صبايا فيك تحطي لها رفع ترفعي لها بس كل وحدة بطريقتها كتير كل وحده بمعالم وجهها مثلا ما فيك وحده تكون كتير وجهها مدور تعدي لها شعراتها او تعمل لها شيء اوفر نعم صحيح ساري بتعرف ليه لانه اكثريه الصبايا مثلا بيقولوا مرات ما بيلبق للرفع هي بتكون يمكن غلطه صغيره انا كثير واطيه شوي او كثير انا بشوف صبايا بهذا المجال سوري بصيروا يقولوا انه ما بيلبق لي ما بيلبق لي ما بيتركوا حريه الخيار للكوافير يعني بتفوت لعندك على المحل بليز ما بدي ارفع لانه انا ما بيلبق لي طب انه انت شو عرفك؟ في شيء مره هي يمكن على دقره صغيره مرات يمكن الشعر واطي ما بيلبق لفورم وجهها هلا انا عم بشوف يعني انت اذا بتشوفي بهذا الوقت اللي نحن فيه بهذا الموضه يعني موضه السنه كانت اغلبيتها رفع على الواطي بلش تدرج شوي رفع على العالي بس انه انا بشوف الرفع على الواطي كلاسي واليجنت اكثر يمكن رفع الواطي هيك بتكون بتعمل توازن بين المفلوت والرفع وبيبقى كمان مزبوط بلس انه اذا وحده وجهها طويل ما ببينها وجهها وحده وجهها مدور كمان ما بتبينها يعني بحس انا يعني هي اجت حل وسط لكثير طب الصبايا اللي عم بحبوا هلا ستيل الاجنبي تماما بفضلوا يفلتوا شعرهم بتشجع هذا الشيء وبالاخص بهالموسم الخريف او الصيف شوفي انا من الاساس بقول انه كل عروس بتعمل اللي بيلبق لها بتلحق الموضه ايه بس لازم تزخي شوي بس بتلحق بتعمل اللي بيلبق لها يعني اذا شيء بيلبق لها هذا الشيء اللي عم تعمله ما عندي مشكل اعمل لها اياه بشجع كثير على الرفع ايه لانه على الفلت سوري لان هذا الشيء حلو ما في يقول لا بس اللي بدي اقوله بالضبط انه العروس هيدا نهار لها يعني تبين كثير اليجنت ومحل كثير واو اذا بتخلي شعرها فلت سوري رفع رفع طب ساري خبرنا عن الاهتمامات او الخدمات يلي بتقدموها بالصالون وبالاخص من ناحيه الشعر مثلا قد ايه بتهتموا بالعروس وقبل قد ايه لازم تجي لعندكم؟ نحن العروس عندنا بتجي قبل بشهر من بلش نحن انا وياها نتفق على كثير خبريات بنشوف شعرها اذا بحاجه لون اذا بحاجه باندويف تريتمنت بنضلنا نحن شهر نحن والعروس متابعين لتكون خلصت العروس كل اهتماماتها لتوصل لنهار لجمعه عرسها هي شعرها كثير صحي وقادر انه يكون كثير ناتشرال على عرسها مع انت العروس انها تقوم مثلا بلولا تفتح شعرها صراحة أنا بشوف إنه العروس إذا كان لون شعره حلو بنعمل بس شوية لو لايت كمان بس يبين هذا الشيء لون موديل شعره على الكاميرا وعلى التصوير بنهار عرسها لأن تعرف العروس تتعرض لكثير تصوير
ومن شان يبين هذا الشيء، بس اذا عروس كانت كثير حابه تغير لون شعرها وبيلبق لها ما بنقول لا، اكيد كان بدها تغيرها. يعني انا دائما برجع بقول حسب الخيارات، يعني ما فينا مش قاعده يعني مش ستيبل، كل حدا له. سيدي بس نقرب هيك شوي فالكاميرا تقدر تاخذ الصبيه. طب بموسم الخريف خلينا شوي نحكي عن الوان الشعر، كيف نبلش نطلع مثلا من الشقار او نقدر نفتح يلي شعرهم اسود؟ شو دارج هلا؟ هلا اغلب العالم بتروح بالصيف للاشقر وبالشتي بتصير تغمق. هلا شو لازم اعمل انا؟ هلا انت اسمع الله عليك اشقر كثير دبقني. ثانك يو. يعني بضلني هلا على الاشقر؟ ايه ضلك على الاشقر. يعني بتقول للشقر يضلهم شقر ولا يضلهم؟ هلا انا بفضل انه الشقره تضلها شقره، او اصلا اللي بتعمل اشقر ما صعب ترجع تتقبل حالها بلون ثاني. قد ما تعمل الوان ثانيه حترجع تشوف حالها بلون، حترجع تطلب الاشقر يعني. صحيح، عن جد الأشقر بيعلق، بخلي الواحد قد ما غير بيرجع لذات اللون. الأشقر أنا بحسه كتير كلاسي وإليجنت إذا عملته مزبوط، وإذا اللي عملته عرفت تهتم بشكلها مزبوط. لأن الأشقر بده كتير ميك اب، بده كتير اهتمام، ما فيك تربطي شعرك وتقطعي إذا كان أشقر. هلا أنت اليوم ربطتيه بس اسم الله على قلبك. ثانك يو ساري، ميرسي. هلا عم نركب بركب الطرحه. اوكي نحن كل بنعرف انه بنركب الطرحه، ركبت الطرحه على الواطي. هلا هي هون ثقبت الطرحه معي اليوم انه فيها موديل، فركبت على الموديل اللي عملناه، بس فينا نحن نعلي الطرحه شوي او نوطيها لتحت الرافعه من تحت. اجمالا الطرحه صارت درجة عن نص تركب، وحسب كل طرحه كيف. طب منزيد اكسسوار؟ في شيء ثاني بنزيده؟ انا بحب زيد الاكسسوارز. هلا اليوم الطرحه فيها اكسسوارز كثير من ورا، سو ما حطينا درج الاكسسوارز كثير او تاج او شيء اكسسوارز حلو من ورا يكون ناعم. هلا خلصت الطرف، اذا بدك نرجع كمان نبرمها بس شوي على الكاميرا تتبين. حفك انا حطيت طرحه دغري وحشيل اذا يبين طرحه شيء. اوكي خلينا بس نفكها بالاخر ساري، بلكي بتاخذها كمان الكاميرا نرجع نشوف الموديل. بدك تفكها كنت عم تقول لي؟ اذا كنت تفكها طرحه كرمال يبين الموديل، لان احنا حطينا الطرحه فغطت لها. اوكي وهيك بتضل الطرحه كل الوقت راكبه ما بتضايق ابدا؟ الطرحه بتضلها راكبه، اصلا احنا بتعرفي انه كل العروس عندها سهره عندها نهار طويل، واغلب العرايس بتشيل طرحتها بعد السهره، فالموديل بيرجع يبين بعدين بعد السهره. هي الطرحه بتثقب دائما، اغلب العرايس بتحطها about 15 minutes 20 minutes وبتشيل يعني. ثانك يو كثير ساري لحضورك معنا، اهلا وسهلا فيك. ميرسي كثير. اهلا وسهلا فيك ساري عزام، شكرا لحضورك معنا. وهلا عوده لعن نانسي وضيوفها. نيفين، العرس ما بيكون بلا مدعوين، والمدعوين بتلقوا بطاقه دعوه ليشاركوا بهالنهار المميز طبعا. شو الجديد اليوم بمجال بطاقات العرس؟ رح نعرف من ضيفنا جوزيف حسروني. اهلا وسهلا فيك جوزيف. اهلا وسهلا، شو اخبارك؟ ماشي الحال الحمد لله. فينا نقول جوزيف انه كمان بطاقات العرس بيتبعوا موضه معينه من فتره لفتره بتتبدل؟ اكيد نحن بالمبدا بنسمع العرسين شو بدهم، لانه كل عريس عنده تيم معين. نعم. وحسب التيم بنلحق له كارت العرس، بنعمل له كارت العرس. اوكي، واذا شي شخص هيك كان محتار ومش عارف اي كارت يختار، هون كيف بتوجهه؟ هلا بوجود كوليكسيون حوالي 300 موديل بالصاله. نعم. رح الا ما يكون عنده فكره، ونحن اكيد رح نساعده، بنوقف حده لنشوف شو الفكره اللي بده اياها، الكلاسيك ولا مودرن ولا شي فانتزي او هاند ميل شغل يدوي. نحن حتى نشوف رغبة العريس. نعم. ونساعده نحن بالفكرة. عم لاحظ هون في قدامك مجموعة من البطاقات، بس الكل رايح صوب الأغلبية صوب الأشياء السيلفر، صح؟ سيلفر هيدي ترند السنه، يعني اكثر من الجولد. السيلفر كان طاغي لانه كمان باسبارتو، لانه بيدل على فستان العرس الابيض. نعم. كلهم بيروحوا للسيلفر لانه كثير بريون حلو وكلاسيك. هلا السنه درج كثير السيلفر، وكل سنه عندنا لون معين بضل اخذ الصداره عندنا. ايه، وعم لاحظ كمان في هون اول واحد، شو هيدا دانتيل ولا هيدا؟ هيدا. ايه، هيدا نوعية جديدة، كرتون جديد نازل من. نعم. ألمانيا. نحن بنلبس الكارت بهالنوعية هيدي، يعني كل تقريبا شغلنا كله هاند ميل.
شغل يدوي يعني. اوكي، والاحلى من هيك انه كمان حضرتك خطاط. نعم نعم، هذا الشيء اللي بيميزك. نعم. عن الاغلبيه، لانه هلا كله صار طباعه على الكمبيوتر. على الكمبيوتر هلا بوجود. انا دائما بخطط الكارت بخطي انا، هيدا. نعم. خطي فرجي للزبون دغري قدامه البروفا بخط الايد. أوكي. ومن بعدها بنشير اذا بده تعديل بنعدل له، وبنعمل له سكانر وبنطبعها بالمطبعه. طيب جوزيف، بين بطاقات الدعوه تبع قبل بالامس يعني وهلا، شو يلي اختلف؟ قبل كانت الافكار كثير بسيطه، كانت الدعوه يعني اغلبيه الكروتي كانت كلاسيك، يعني كارت بدون اي زينه. نعم. بدون اي شيء. اليوم صارت افكار كثيره يعني عم تنزل على الكارت، يعني ما عادش بدهم كارت، بدهم شيء سرعة، شيء موضة جديدة، وكل شخص عنده مثل ما قلنا تيم معين. يمكن ليكي مثل ما شفتي هون في واحد عنده تيم باسبور. يعني باسبور بقلبه، بنحط دعوة العرس نطبع له إياها بس من برا بشكل باسبور. في أفكار جديدة، يعني أي شيء بده إياه العريس أو العرسان نحن بننفذه بالشركة حسروني ديزاين عندنا. طيب غير الباسبور شو في عندك هيك شيء سرعة جنون، شي بطاقة هيك نفذتها غريبة عجيبة؟ إذا بقول لك أفكار كثيرة مرقت علي ما فيني أعددها. شي هيك بعقلك؟ في أفكار كانت صعبة وقلت ما عادش رح نفذها قد ما أخذت معي وقت، يعني في كثير أشياء. في سوفينير مثلا طاغي هلا، الكارت بيروح مع سوفينير، يعني بنربط له البطاقة ورا بتروح شغلة سوفينير وكارت. عم نشوف من زمان يمكن هيك كانوا يعملوا، وكانوا يعملوا بونبونيير. صح، بونبونيير وكارت. هلا صار هي ذات البونبونيير وراها بيجي الكارت، بتيجي سوفينير جاهزه لل ما بتنكب يعني. طيب بهالمجموعه الكبيره اللي عم تقول لي يمكن عندكم اكثر من 300 موديل. نعم. هون ما بيضيعوا العرسين وما بيحتاروا شوي حتى هيك يختاروا الشيء اللي بيناسبهم؟ هلا ساعات بتكون في كميه قليله كمان العرسان بيقولوا ما في بدهم اكثر، وساعات اللي بيكون في كميه كثيره صحيح بيضيعوا، بس نحن اكيب موجود بالصاله على طول لحتى نساعد على الفكره اللي بده نوصل فيها مع العرسان لحتى نجسد لهم الفكره البديله. بتفرجيهم يعني شيء مثلا على الكمبيوتر كيف ممكن يطلع الكارت ولا معكم؟ دغري عندنا بشركه حسروني ديزاين عندنا اكيب جاهز، يعني اي فكره بيقول عنا العريس او العروس دغري بتروح على الاتوليه بتتنفذ بشوفها دغري، يعني سرعه التنفيذ قدامه بتخلي العريس يرتاح انه عرف شو بده. قبل ما يبلش تنفيذ الكارت بالكامل، يمكن بعدين تكون الشغله مش على ذوقه، عشان هيك بنفرجيه موديل سامبل قبل ما يبلش بال. طيب جوزيف، هلا رايحين على موسم جديد، موسم خريف والشتاء. نعم. الكروت بتتبدل كمان مع الموسم، يعني بنحسها اكثر هيك دافيه بتصير مع هالموسم ولا مش شرط؟ يمكن بصير يحسب ما بعرف قماش بركي ريبان بوردو بتخلو. كل سنه وكل موسم كل سيزون له الوانه. مثل ما قلتي حضرتك تفضلتي انه في عنا الوان خريفيه. صح. الوان بتدل للشتاء، والوان الصيفيه اللي هي دائما باستيل وفريش دائما مميزه باسبارتو يعني بتكون. هلا بيرجع لاختيار مثل ما قلنا للتيم تبع. نعم. المناسبه امتين بتسائب، يمكن مسائب ضمن اعياد معينه بيختاروا. صح. اجواء الاعياد اللي بيطبعوا التيم تبع العيد. والطباعه دغري سريعه الواحد انه تنفذ له اياها اذا واحد أكيد. عنده انا عندنا نحن اكيد اللي بده يشتغل بهالدومين بده يكون مجهز بكل مكانات الطباعه بالليزر، كل انواع الطباعه، لانه بكارت العرس صار في تشعبات بالطباعه. صح. في سيليغرافي، في الطباعه الحراريه، في الليزر، عندنا شق كمان بينحفر على الليزر، في كثير امور لازم على طول نكون جاهزين للتنفيذ. ما عندهم او ما عليهم غير انه يعملوا زياره لعندكم، يروحوا زياره لعندكم وهيك يختصر ويشوفوا كمان. اكيد الواقع مش مثل يعني هالكوليكسيون صغيره قدام. صح. الصاله الكبيره اللي بده يشوف فيها. اكيد. ثانك يو جوزيف لحضورك معنا، ميرسي كثير. ميرسي لك. ميرسي لك. مشاهدينا رح ننتقل هلا لنتابع كليب للفنانه بلقيس يلي بيحمل عنوان مبروك، وهو عباره عن مقتطفات صورتهم بلقيس من اعراس هي كانت غنت فيهم. ونحن دغري من بعد هالكليب رح نروح على بريك ومليكم دغري من بعد البريك، خليكم معنا. فصلاته نار وطيب
أتمم علينا وين ماي اتش دي؟ ماي اتش دي بقدم لك 57 محطة منهم 46 عاية الوضوح، يعني اتش دي مع ريسيفر لمدة سنة. بدك تاني شوف نفس المحطات على شاشة أكبر؟ يا عيوني. اشترك وشاهد 46 قناة اتش دي مشمولة مع جهاز الاستقبال لمدة سنة على عربسات. اتصل بماي اتش دي. ماي اتش دي، الفرق واضح. الفنان محمد عبده. رجعيلي كل كل راحت الدنيا علي. يطلق اغنية جديدة بعنوان كل شيء. اسمي جي وصلك لبعدك وبحترمك.
تجدونها حاليا على موقع iTunes.com. إنتاج روتانا. حفلات عيد الأضحى 2015 في الكويت. روتانا تقدم ثالث أيام عيد الأضحى. الفنان ماجد المهندس. أنا بعد شفت منك مالي رغبة بعد حب. الفنان نبيل شعيب. الحسن والدار طبعا والرب. الفنانة الأنين. هلا بريحة هلي هلا باللي إلي. في فندق الكراون بلازا قاعة البركة الكويت. يمر الوقت ذكرى ندامة. أسرار الجمعة الساعة 9 المساء على الـ LBC. أسبوع جديد من الأخبار الفنية الموسيقية والسينمائية بيطل عليكم دومين بابا اللي بيقدم لكم بكل حلقة آخر المستجدات من عالم المشاهير. مين اللي قدر يحتل المرتبة الأولى لهالأسبوع بالبابا توب 5؟ أبرز نشاطات نجوم الموسيقى من حول العالم. سبعة المساء على LBC. نحن اليوم جينا لهون تنعلمكم على أشياء طيبة. شو الأكلات اللي بدك لك شو حلو؟ شو بدك تحبي معاه؟ بدنا حرص توم نحط التوميس. بدي اتعلم عن الاكل يعني. بدك تقلبهم على تاني ماك. كلهم عم بطالبوا انه بدهم يجوا لهالبرنامج مشان حتى يطبخوا لنا اكلات طيبه مع نار لطيفه. عنار لطيفه يوميا الساعه 12:30 الظهر على الـ LBC.
نغمات جروب على هاللوحات الراقصه الحلوين اللي قدموا لنا اياهم اليوم ورح نتعرف عليهم اكثر مع ضيوفنا رفعت ادرافيل. اهلا وسهلا فيك رفعت. ميرسي. اهلا وسهلا. شو اخبارك؟ تمام الحمد لله ماشي. وكمان نزيه فياض. اهلا وسهلا فيك نزيه. ميرسي ميرسي لك. وكمان بينضم لنا منسق الازهار جوجو. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك جوجو خليل. اوكي انا فكرت قلت جوجو هيك جوجو رفعت وكمان نزيه كيف بتعرفوا المشاهدين على هالجروب هيدا؟ هلا بونسوار. اول شيء ميرسي لاستضافتكم لنا. نغمات جروب. نغمات جروب صحيح. اجمالا نحن زفه بتتكون من 70 شخص 70 شاب وصبيه. بنعمل فولكلور اللبناني المشهورين فيه واللي عم ضل على طول نشتغل عليه بلس الثيم العرس اللي بنشتغله نحن والعرسان. يعني كل الجروم وبرايد بيجوا لعنا بنحكي نحن وياهم شوي عن الاعراس كيف الثيم تبع العرس بيكون كيف الستوري بورد اللي حاطينه للعرس. منها بننتقل للاشياء الثانيه الغربيه شوي بنطلع لل يعني في اكثر من فكره بتنشغل على العرس حسب طلب العرسان كيف حيكون. نعم نزيه خبرنا كيف كان هالموسم الحافل بالاعراس. والله الحمد لله موسم كثير كان قوي. نحن كمان السنه نزلنا بالويدنج فوليس ببيال. هذا الشيء اعطانا بوش زياده كمان بالاعراس وموسمنا بعده. يعني نحن هلا بوقت بعد الموسم ماشي. شو اكثر لوحات هيك العرسان عم بيحبوا بفضلوها تكون موجوده؟ هلا اكيد بعدهم. بالنسبه للاعراس اللوحه اللبنانيه الفولكلور اللبناني هو اكثر شيء مطلوب. بالاضافه في اشياء لوحات اكثر كان ستايل بيروتي كان ستايل بعلبكي بس بالدرجه الاولى اكيد بيكون في عندنا الستايل اللبناني الاكثر شيء طاغي هلا مثل ما شفتوا. اليوم كمان شفنا هيك فيديوز العرسان كانوا عم بيرقصوا. صحيح. عم بيعملوا هيك عندنا بالوطن العربي العرسان عم يشاركوا هن بال 100%. هلا نحن عندنا المانجر للدانس اكاديمي هو شريكنا كمان بالزفه اسمه رمزي مروض هو نعم. المسؤول عن قصه كيف تقسيم الاعراس حيكون على الرقص مع الشباب والصبايا. في ايام نعم. كثير بينطلب منا العرسان يكونوا هن حابين يعملوا رقصات فبيكون في عنا تمرين نحن وياهم اكيد لفتره بس بتكون حجوزات بتكون قبل بهذا الموضوع لنقدر نشتغلها نحن وياهم طبعا ليتمرنوا ويطلعوا هيك يفروا شوي كانوا يغشوا يغشوا الناس اكيد. طب نزيه كم عرس ممكن تاخذوا بنفس النهار؟ وكمان جورجو هلا بلكي بتجاوبنا على السؤال. نحن مثل ما قال رفعت نحن حوالي 70 شاب وصبيه قادرين نغطي لحدود الخمس سهرات بالليل. طبعا هيدا بيعتمد على العدد بالسهرات قد ايه العرسين طالبين عدد بس بنبدا من خمسة إلى ست أعراس. ما بصير في توتر؟ أكيد في ضغط موسم يعني طبيعي يعني بس إنه في بروفيشنال يعني نحن محضرين بالشتاء بيكون في تحضيرات تمرين لهيك لهيك موسم. جورجو كم عرس ممكن تاخذ؟ نحن مبدئيا بناخذ عرسين ماكسيموم بالنهار. نحن سيستمنا شغل غير هن. صح. نحن أكثر فن أكثر ديتاي شغل هن بيشتغلوا على سيستم بعتقد الرقص بيكون في اكيبمنت عم تتمرن. نحن لازم نعطي اكثر ديتاي بالورد ما فينا نركب شيء ما يكون في فينيساج نظيف لانه كله تكنيك منه مش شيء كل العالم ممكن تتعلمه وتقدر تنفذه. صح. يعني في فينيساج هو اهم شيء بالعرس عشان هيك نحن ماكسيموم دو مارياج بالنهار في انا وفي خيي ما نضبط يعني كثير منيح كمان مش شغله مش سهله ابدا. رفعت غير الاعراس وين ممكن تكونوا متواجدين؟ هلا نحن اجمالا الاعراس هي البيس هي اللي عم نشتغل عليها بلس بنغطي مهرجانات اذا في حال كان في عندنا مهرجان فيستيفالز نقدر نشتغل نحن باك جراوند ستيج مع العرض مع اذا في كان في مطربين او فيديو كليبس نقدر نغطيهم معه كمان بهذا بهذا. اشتغلتوا فيديو كليبس قبل؟ شغلي مع اكثر من حدا فيديو كليبس قبل اكيد منهم كثار يعني بس في بتحب تذكر حدا؟ هلا منه مش ضروري منه ضروري. نزيه شو مشاريعكم المستقبليه قريبا شو عم يعني هلا عندنا بالمبدا في عندنا مهرجان بشباط بالشوفه هذا هلا الفوكسنج على هذا المهرجان. نعم. هيدا بالدرجه الاولى هلا وطبعا تحضير لموسم جاي هلا بعد شهرين بلش تحضير للموسم الجديد ان كان بالرقصات كان بالكوستيمز ان كان كذا كذا ستايل. على كل حال كل التوفيق لكم وشكرا استمتعنا اليوم بحضور اكيد كل الشباب والصبايا زينوا لنا حلقه الاعراس وهلا انا وجورجو رح ننتقل عند الوردات مع انه الورد طالع من راسي لنشوف كيف ممكن هيك نحضر العرس وشو الالوان يلي اخترتها لاي صبيه وشاب عم بيحضروا حالهم لعرسهم. يلا تفضل جورجو شو الالوان اللي دارجه؟
انا اليوم حبيت اعمل شيء على اورانج واصفر، الوان قربنا على الخريف. انا لوني المفضل الاصفر. حسيت تفضل. حبيت انه اعمل شيء من وحي اللي نحن قربنا عليه، هلا قربنا على الخريف، حبيت فوت شوي بالالوان الاورانج تقريبا الصومون الاحمر، يعني بهالنيفو تقريبا. واشتغلت على اكسسوار جديد انه نكون عم غير الورد، يعني عم بيكون الاكسسوار. يعني حنعمل بوكيه ورد هلا؟ لا، انا رح كفي الارانجمون، انا كنت مبلش بالطاوله محضره، رح كفي الارانجمون ونعبي الفيزز كلهم سوا. اوكي الفلاوز. بس فينا ناخذ اذن نانسي، حبيت الاورانج والاصفر. إيه عم ناخذ اذنك بس انا عارفه انت حتاخذيهم، ف طبعا انا حقدم لك امرك. رح اجيلك من كل شيء حلو، ما عندي مشكله. اوكي يعني الست نانسي راضيه، فينا نبلش. فينا نبلش، يلا. انا هون محضر كل الورد على الواطي. رح نبلش نعمل بوكيات، نجمع الفلاورز. شو حلوين. قد ايه اصلا اذا حدا بده يعمل عرس وبيقدر يزين اورانج واصفر، قد ايه بده يكون عنده جرأة لهاللونين؟ اصلا انا اشتغلت شوي على انواع ورد جديده، الوانها مش كثير موجوده، مثلا مثل هاي الورد هي ثلاثه كولرز بفرد. هلا الي؟ هلا الي. ثانك يو. اسمها تشيري براندي. اها. اوكي. أنا في ساعدك على فكرة، صار عندي شوية خبرة. سمعت هيك شيء. في بجمع لك شوي الورد الجوري. إذا بدك. فينا نحكي شوي عن أنواع الورد اللي عم تستعملهم؟ هلا عم نشتغل بشيء، عم نشتغل ببيبي روز وروزز، شيء اسمه سيدوم. شوي الماتيريال هلا بتطلع بس بتشرين، يعني هول الألوان أكثر شيء موجودين بشهر تشرين. يعني كل شهر بيطلع في نوع معين من الورد. اوكي. شو حلوين هولي. هدول اللي بيطلعوا بس بتشرين؟ لا، بيبي روز على طول موجود. بس مثلا مثل سيدوم بيطلع بتشرين. اوكي. لا واضح عندك خبرة. وهول الالوان هون شو فينا نعتبر؟ هيدا هن سومو. هلا بس تفتح اكثر، اي لون تاخذ؟ بتعطي بيج تقريبا، بتعطي سومو. اوكي. اوكي. وعم نشتغل بس. لا بهالسرعة جورجو لازم تاخذ 10 اعراس بالنهار. قد ايه ممكن يداين الورد الجوري بالعرس وقت؟ هلا نحن عم نشتغل العرس قبل بيومين، بنحضره وبنحطه بالبراد مبدئيا. ونحن طريقة النقل تبع الورد من المحل للكنيسة بيكون عن طريق براد، فالورد ما كتير بيتعرض للشمس، يعني منه كتير مستهلك انه يكون يصير له شيء. يعني الورد رح نعمل لكين هول الاثنين فاز، هن دو فاز. اوكي خلصناهم. خلصناهم. كان عندي بعد ثلاثة فاز قدام، رح نعملهم فلاورز كلهم. اوكي. خبرنا شوي جورجو عنك، من اي متى بلشت تشتغل بهالعالم بتنسيق الازهار؟ انا بلشت لي 6 سنين. تعلمتها بالكفاءات بعين سعاده وهيك هوايه، فحبيت نميها يعني هلا بالسوق. اكيد رفقاتك وهيك بيستشيروك لما بدهم يعملوا بوكيه ورد او انت بتعملهم اياها، يعني اذا عندك اياها هوايه بالاساس بتحب. أنا طب عادة بالأعراس العرسين بيعذبوك شوي، كيف هيك بيخطر على بالك تعمل التام؟ على أي أساس هن بنقوا؟ هلا هن بتكون حاطة تام معين، نحن بنجرب نشتغل على هي شو بدها. أنا بجرب أعطي الأفكار وفرجيها شو اللي موجود عندنا بقلب المحل، وعلى هيدا الأساس بنبلش ننطلق لنحضر العرس. في عدة أشياء بنقدر ننطلق منها، مثلا حسب شو عاملة تام، عاملة شي رويال، فينا نبلش ننطلق. كثير درج الأبيض فترة ودرج بعده دارج، أبيض ما بيموت، هيدا اللون الوحيد. بس هلا عم نحس إنه لا عم بيروحوا للألوان اللي اليوم أنت عم بتقوم فيها، يعني شوي بعده عن الأبيض. شوي. بس أوكي. الأكترية يعني الأبيض بيروح مع شيك، يعني شيك وبيروح مع كل شيء. يعني في أيام بيكونوا بقلب الصلاة مثلا الألوان بتكون ألوان كتير دارك غامقة، بنجرب على طول إنه نكون بالأبيض تنتجنب الأشياء اللي ممكن. طب بالإندور بالأعراس الإندور شو بتنصح يحطوا ورد، وبالأوتدور كمان شو الألوان المحبذة عندك؟ هلا صرنا يعني بأكثر الأعراس اللي عم بيكونوا موجودين بالصلاة عم نجرب نشتغل
الصاله اون جرو يعني عم نجرب نشتغل منسكر الحيطان اول شيء على باز ابيض وساعتها هون العروس بتبطل تتقيد باللون اللي موجود بقلب الصاله لتقدر تشتغل الورد يلي بدها اياه مشان هيك بيكون عندها شوا اللي بدها اياه الالوان تشتغل عليها يعني ما في لون معين بتنجبر تعمله لتتقيد فيه اذا نورمال ما مسكره الصال وعم تشتغل الكولر اللي بدها اياه. طيب جورجو ذكرت انه انت وخيك بتشتغلوا بهالمهنه، على شو بتختلفوا وعلى شو بتتفقوا عاده؟ على الافكار. يعني كل واحد بيشوفها من نظره بس اخر شيء الا ما نلاقي حدا نعمل فينال للايدي اللي بنكون عم نجرب نطلع فيها لنعمل شيء معين. بقي هيدا الفاز بدنا نشيله. ايه؟ شالوا لي كل الفازات. عم بقول كيف راحوا، كانت مليانه الطاوله. يا هون خلصنا الفازات. خلصنا الفازات مبدئيا. بتعرف شو حلو يعني الواحد عن جد سيده مثلا بس يكون عندها عشاء وتزين هيك بالبيت تجيب الفازات هي على ذوقها وتعبيهم تشتري الورد بالطريقه اللي انت قمت فيها. تقدر تعمل الارانجمون يلي بدها اياه. هون شو رح نحط؟ هون رح احطيهم انا فلاورز كمان على ديبول محضرين. اوكي انت اوريدي محضرون اذا بدك. انا احسن ما تقول ما ساعدتك. يلا اوريدي كنا بتعرفوا عن جد الورد فيه سحر. وقت دايما تشوف ورد وهيدي الالوان بتحس بتعطيك ايجابيه وبتعطيك هيك احساس بالفرح. انا حسيت حالي يعني لازم تكون اقل شيء جورجو دايما سعيد انت اذا دايما عايش بين الوردات. ليك بكل دومين في ستريس وفي كل شيء، اذا الشخص بحب يلي الشيء اللي هو عم يعمله ما بعود هيدا الشيء بياثر عليه يعني. طب انت اي ورد نوع ورد عندك المفضل؟ المفضل انا بحب الاوركيدز. طب مين الورد اللي ما بيعذب اللي ما بيعذب؟ الاورتانسيا. الاورتانسيا لان بينشك ديركت في البلاس ما بينشك بوقت معين بينحط بالبراد وبده وقت. الاورتانسيا ديركت في البلاس فور اكزامبل مثل هي الفلور اللي موجوده هون ديركت بتنشك بنهار العرس سير بلاس ما بتعذب ومتعبي كل الفراغ. شو صارت حلوه الطاوله. مبدئيا على السرعه على الفيس نجرب نخفف التغيير. شو بعد في شيء بدنا نعمله؟ بدك نضلنا نعمل. انا جايب معي كثير ورد. شو حلوين. هي اسمها سيلوزيا الورده. اليوم جربت اشتغل شوي بورد غريب مش على طول بنشوفه. طيب فينا نعمل بوكي كله من هيدا النوع الورد؟ سيلوزيا. بس ما في حدا هيك يعني نحن شوي كلاسيكيين بالورد يعني ما بنشوف بوكيات غريبة بنشوف عبر السوشيال ميديا مثلا مرات حتى نعمل لها بوكي كثير حلوين نحضر لها البوكي. وحتى بافريقيا معروفين بالورد اللي كثير حلو والانواع اللي بيعملوا البوكيات. ليه نحن ما عندنا هالقد الجرأة دايما نمشي على خطى معينة؟ بخافوا يتجرأوا يعملوا شيء لأنه الناس اللي اخذين لهيدا الشيء بدل عندهم شعور الخوف إنه ما يتقبلوا هيدا الشيء. هي أول مرة بنبلش بنانسي. يلا نانسي اليوم عم نعمل لها لون غريب. يلا عم نعمل لك بوكي ورد غريبة عجيبة مثلك مثلك ناطرة مطرق. رح احط لك كل الورد اليوم. ناطره بالمطبخ ما بتضيع وقت مش بتضيع وقت قاعده او شيء. بدنا نشوف. عم تتحدينا. يلا شوفي ما تتطلعي خليها سربرايز. كبيره؟ شكلها حلو. لا يعني. بعد معنا تقريبا دقيقة بدنا نفرج المشاهدين الوردة اللي البوكي اللي أنا وجورجو بدنا نقدمها لست نانسي. يلا فينا ما نقصهم بليز. ايه أكيد. أنا ما بحب أصلا ببوكياتي أقص ال حلوة صار بدي مثلها. خلص أنا حأخذها. شو بدي بنانسي؟ هيدي لا هي لا لأنه محطوطين بطريقة الورد
هيدول اللي مثل الحار شو اسمه؟ هيدول حار، هن اسمه حار؟ حط لها حار دخيلك. اوكي يلا. في حط شي على ذوقي؟ ايه يلا، شو على بالك؟ هيدي كثير كبيرة. لا هن انتي جبتي فيها تروح. اوكي يلا. جورجو خلصنا؟ تقريبا، هلا بنكفي لها نحن. شو بنروح عند نانسي وبنرجع بنشوف البوكي؟ اوكي طيب هلا رح نروح شوي عند نانسي وبنرجع بنكمل انا وياك، عودة لعند نانسي. اوكي انت اهتمي بالفلير والبوكي وانا رح اهتم هون بالمطبخ. طبعا الشيف عم بيتابع تحضيراته شيف وليد زيدان، وبينضم لنا كمان الي رومانوس صاحب الباتيسري لا جالوزي. يا اهلا وسهلا فيك. ليه لا جالوزي؟ مين رح يغار؟ هي البابا سنة 1970. نعم، هلا اسالكم موجودين بالاسواق. نعم اوكي. وهي فتحت جاتو اسمها جالوزي وحبها. اي وحده اسمها لا جالوزي الجاتو؟ هي بتيجي من الباتفيتي وبيجي بقى البابون. اوكي حلو. طيب خلينا نحكي شوي عندكم بالباتيسري، شو بتقدموا؟ شو الاشياء هيك السبيسيال بتعملوها؟ نحن اجمالا باتيسري بنقدم كل شيء للعراس. شوكولا للعراس. اوكي. عندنا كيترينج كمان، كل شيء اكل. مالح وحلو؟ كمان مالح حلو، طبخ. اوكي. وين حدا عنده ايفنت نقدر ناخذ كل شيء من التيبل للتشير لكل شيء، نقدر نحضر كل شيء فيه. حلو، والكيترينج شو نوع الاكل يلي بتقدموه؟ في شيء سبيسيال يعني مثلا تروحوا صوب الفرنش كويزين ولا انترناسيونال؟ انترناسيونال. اذا لبناني؟ لبناني كمان. اذا كل شيء. اوكي جريت. شيف وين صرنا بالتحضيرات؟ نحن سبقناكم بلشنا فيهم. ايه تحضيراتنا. شو باقي منهم؟ نحن كل شوي عم ناكل. لا عم عامل حساب الاكل هيدا. اوكي هلا نحن عم نعمل تشيز كيك. خلصناها وعم نزينها. بنزين كل حبه شكل، ما ضروري انه. اوكي هون عم نحط السيرو. شو هيدا؟ هيدا السيرو تبع الفريز. مع طعمه الفريز لانه تشيز كيك بيحب الفريز. هذا بيتنزل بالعراس، بنحط على ستاندير. اوكي بيكونوا موجود. طيب بضيافه العروس شو شو اكثر شيء عم بيتقدم؟ كمان هول مرات بيكونوا موجودين بضيافه بالبيت العروس مثلا؟ بالبيت ايه بس ممكن. مش كتير. ممكن بس لانه يمكن هول لازم يكونوا مسقعين وبوقتها هول وقت بيضيفوا عند العروس وقت الخطبه او اذا جايين يطلبوها بيبدوا قصص سبيسيال بين ضيفه جاتو سواري بوقت العرس. شو بيكون ضيافه؟ اجانا ترتيب وقت العرس عم بكون شوكولا، عم بكون ماكرون، عم بكون تويل داموند. يعني هالاصناف عم تكون اكثر شيء، والزينه كانت سنه اكثر شيء على بلكسي. اها كان كل شيء تقريبا بلكسي عم بيكون. حلو يعني تغير عن حلو كثير. حتى انتم بتتدخلوا بالزينه كمان؟ نعم بنزين الطاوله، بنزين كل شيء فيها. اوكي وبنروح على بيت العروس بنشوف شو بيبقى معها الوان تنتناسق كله مع بعض كمان. نعم طيب بالنسبه للكيك تبع العرس شو في شيء جديد؟ هون عم نشوف يمكن نعم موديلين. اجمالا الكيك كان كثير دارج السنه الاكرو والابيض مع بعضه. اوكي وكان دارج الزهر الفايت مع الابيض كمان. وعم يتنزل كان اكثر شيء السنه كب كيك كان للعالم اكثر من قوالب للطاوله تنحط على الطاوله. نعم بينزل كل وحده بصحن او عم بكونوا على بلكسي ونازلين الكب كيك بلا القالب. عم اللي في شي حدا طلب مرات الوان ما بعرف غير الابيض بالعرس؟ هذيك السنه عملت قالب عرس لون بني. بني؟ نعم بني غامق حتى. ليه طيب؟ شو السبب؟ ما عندي فكرة. هيك عبالهم هن؟ العروس ايه كانت بتحب بني وكان على اكرو. كان فايت له ذهبي بوانتية ذهبي. تفضل تابع. شو بدنا نعمل هلا؟ انا هلا بدنا نعزمكم. بدك خلص حضر كل شيء؟ هون شو في عنا؟ عنا التيراميسو. اوكي. شرحت لك عنا التيراميسو. اوكي. يلي مؤلفة من الفيلادلفيا والكريم فريش. اوكي والبيض مع خفقناه ومع السكر المرفوع. صح بنتوصيك على قالب الجاتو
لحتى لي تحضروا كل شيء، جهزوا كل يعني شيء. يعني اجمالا مينيموم قبل شهر او شهرين. اوكي. بس اكثريه العرسان صاروا الايام قبل ثلاث اشهر، اربع اشهر بكونوا جاهزين. بكونوا محضرين. فضلوا اكثر، بنرجع بنعمل ابديت معهم على المواد وعلى وين العرس، بركي تغير شيء. اجمالا كل شيء عم بكون قبل بوقت دائما. يعني اليوم بدي اقول لك شيف ثانك يو لانه فكرت بكل الشباب الموجودين معنا. كلهم شباب رح يشاركونا اليوم الحلو يلي قدمونا اياهم من باتيسري لجالوزي. بعدني انا ناطره البوكي. بما انه اليوم حفله حلقه الزفاف والاعراس تلبكت بس شفتك رجعت عرفتي؟ قد ايه حلوه البوكي؟ كثير حلو. ما ربطتيها؟ ما عجبك؟ لا لحظه ما كنت وقعتها ما عنده يعني جورجيو مش جايب معه هيدا، ما انتبه انه رح نعمل جورجيو ولا وهيك عليها مش الحال. ميرسي كثير جورجيو، كثير حلو، يعطيك الف عافيه عن جد. عن جد وجورجيو فلاورز بالموجود بالجديدة قد ايه عنده كمان ورود كثير مميزه. هاي شيف. هاي. هي نانسي عاده ما بتخليني اجي على المطبخ، هي بتحب تقوم بكل المهمات من هيك ما خلتني اتعرف عليك. يعني بالمطبخ تستفاد اكثر منك انه وردة بتنضر بس عتال. ايه بتعرفي ثانك يو ثانك يو شيف. مع اخر شيء اكيد رح نرجع ندوق يلي محضرين لنا اياه. ايه طبعا ثانك يو. وهلا شو؟ هلا رح نروح بريك. يلا يلا بنروح فاصل ونواصل. شوية بس ايه الكوباية اللي انت لابساها في صباعك دي؟ انا بخوفك انت بتحكي ليه؟ انا خفت يا خرابي يا ماما. انا جاي اكتشفك ده جامد جدا مبدئيا يعني. ايه اللي انت عاملاه ده؟ انت هتفضلي كده طول عمرك نفسك في الفوازير والاستعراض. ما ينفعش اخاف مني، مش شايفه الخشونه بتاعتي. ليه 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 ولا يهزم على بعض. بحاول اخدك وارعبك ولا 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 البلوره هتفتحلي. انت عرفت ازاي؟ يا دي الفضيحه. لا ربنا ما يجيبش فضايح. الله الله الله، ايه اللي عرفك بقى؟ انت عارف الحاجات دي؟ امال كل حاجه. ايه البرنامج الفضا ده؟ سر حليمة الأحد الساعة 9 المساء على الـ LBC. حفلات عيد الأضحى 2015 في البحرين. روتانا تقدم الجمعة 25 سبتمبر فنان العرب محمد عبده. أدري ليه يا غالي عن حبك تصدى. في فندق الخليج المنامة قاعة الدار. أعيش فيها عشان بكرة عشان ليل اللي كله جروح. آخر الإصدارات الفنية بالعالم العربي لألمع وأهم نجوم الغناء بتوب 40. بيرجع السباق الرسمي للأغنية العربية مع فرح فخر الدين ياسين يلي بتنقلكن أسبوعياً أنجح الأغنيات ضمن العدل العكسي من المرتبة الأربعين للمرتبة الأولى. توب 40 توب 40 ثلاثة الساعة 7 المساء على الـ LBC. حياتكم أمانة بين إيدينا. صحتكم هي من مسؤوليتنا. نحن موجودين لنجاوب على كل أسئلتكم. والتوعية والوقاية أهم من أي علاج. منشان هيك اليوم نعطيكم نصائح لتحافظوا على صحتكم. لأنه سلام الروح من سلامة الجسد. وتذكروا إنه الرياضة جزء أساسي لصحتكم. تواصلنا معكم ببرنامج واحد وموعد واحد بصحتك بالدنيا. صحتك بالدنيا يوميا الساعة 5:30 المساء على الـ LBC. Oh,
كاتوك، البرنامج اللي بينفرد بنقل اخر صيحات الموضه واهم ابتكارات المصممين بالتعاون مع شركه فاشن تي في العالميه. كاتوك يوميا الساعه 11 المساء على ال بي سي. ما تبقى من حلقتنا ولا تتألق اليوم عرسك ضروري تعتني ببشرتك، هذا الشيء اللي رح تقوم فيه خبيرة العناية بالبشرة حياة لون. أهلا وسهلا فيك حياة. مصباح، شو أخبارك؟ الحمد لله، كيفك أنت؟ كتر خير الله. بلشنا دغري على السريع مع حياة، ما في مزح. شو بلشنا عم نعمل؟ عم نعمل ديماكيون لي لوسيون إسانسيال أوكي للعروس اليوم، لأنه عم نحضرها، بنحضر لها بشرتها لا تكون متألقة ومشرقة ليوم عرسة. منبلش قبل بوقت، لازم العروس مثل ما بنعرف تبلش قبل بشهر من زفافة. نعم. على القليل مرة بالجمعة تعمل ماسك فيلينج، واليوم رح نفرجيهم كيف بيعملوا الكافيار. أوكي. لأنه أثبتت الدراسات هلأ إنه الميكرو كافيار هو يلي رايج بالسوق، يعني آخر. أوكي، هالكافيار هذا شو؟ ماسك، عبارة عن ماسك، هو إكور كامل، نسوان كامل، كله من الكافيار، ميكرو كافيار والأمبول والماسك. أوكي، خلينا نبلش لكن بالتنظيف وبدلش أنا وياك بذات الوقت. الصبية هون شو بتعاني؟ شو عندها مشكلة ببشرتها؟ بشرتها منيحة. أوكي. بس نحن بدنا نعطيها شوية أكلة ونجدد الخلايا. نعم. حتى تكون بشرتها حلوة ونظرة وليلة زفافة. أوكي، نظفنا لكن أول ستة. هلأ نظفنا، أوردي شلنا الميك أب، عملنا ديماكيون بفازي، عملنا لي ورح أوكي. أعمل لوسيون. أوكي، لكن قلتلي قبل بشهر الصبية. نعم، قبل بشهر، على القليلة قبل بشهر كل جمعة لازم تعمل هيدا الكور، يعني 4 مرات قبل عرسة. أوكي؟ أوكي. البيلينج يلي من هالبرودكت هيدا بيكون ناعم ولا شوي صوف؟ أكيد صوف، لأنه هلا عم بيقولوا عم بحذروا إنه ما لازم الواحد يستعمل البيلينج القوي في ديليكات، لازم يكون كثير البشرة. البشرة صح. صحيح. طبق. اوكي، من الكافيار قلتي لي، وشو فوائد الكافيار؟ الكافيار هو بجدد الخلايا. طيب لأي عمر هيدا بيدفع هيدا؟ لكل أعمار البشرة، ما في وقت، ما في عمر معين، ما في عمر فيها تستعمل معين. الصبية كانت صغيرة، كانت صغيرة بيعطيها أكلة لوجهها، بيعطيها نضارة لبشرتها، وخاصة إذا كانت تعبانة. بتعرف العروس تبقى عم بتحضر، بتبقى عم تركض تعبانة، التعب بتشيل مثل هلا البيلينج أنا عم بعمله، بيشيل كل اللحم الميت من بشرتها. نعم، كتير ناعم جرانيولو، بس على بشرة ناشفة بتكون، ما بتحطي مي معه. حطيت على إيدي، بليتها مي أنا وعم بعملها. فيها السيدة تعمل هالتريتمنت بالبيت ولا لا؟ لا، صعب عليها، لانه رح تشوفي هلا عنا حبات الكافيار يلي فيهم زيت الكافيار وزيت جوز الهند، صعب تستعمله بالبيت، هي لازم تعمله بالبيوتي سنتر، يعني بتتوجع على البيوتي سنتر. بينعمل شوي على الديكولتي مثل ما عم بلاحظ. صحيح صحيح، بنشغل فيه على الديكولتي. طب بالنسبه لذي سويت تحت العيون، شو الاشياء اللي عم تعملوها؟ شو التريتمنت اللي عم تعملون هلا؟ في عنا الماسك كمان محضرت لي انا للعروس. هلا انا عم بحط لها السيروم والامبول، رح حط لها الماسك على عيونها بذات الوقت. هلا خلصنا؟ لا، بدنا نشيل البيلينج هلا. بس هالقد بكفي؟ لانه تنلحق نعمل الكير، انا بهمني فرجيهم الكافيار. بس هو بال لا اكيد، لانه ما عندنا عندك، بدها وقت صح. اكثر، بدها ساعه الكير. أوكي. بده ساعه، بس هلا رح ما عندنا وقت كافي. انا بهمني بدل ما فرجيهم البيلينج فرجيهم كيف نستعمل الكافيار. اوكي اوكي، نرجع بننظف لكيه من بعد، نشيل البيلينج. شو المشاكل اللي عم بيعانوا منهم الصبايا هلا؟ بتلاحظي اكثر شيء ببشرتهم؟ يعني اكثر شيء على البحر مثل ما بتعرفي، عندهم البيجمنتاسيون. صح. وعندهم الاكنه، تصبغات، وعندهم الحبوب الشباب. يعني صاروا بالصيفيه بدهم ينزلوا على البحر، في ناس ما بتستعمل الاكران، مش هيك بس بيخلق عندهم نمش وكلف، بيخلق عندهم مشاكل ببشرتهم. ولهالمشاكل شو في عنا؟
تريتمنتس. هلا لانه بلشنا نقرب على موسم الخريف والشتاء يعني صار فينا شوي نقوي بالتريتمنت يعني فينا نخلص الصيفيه يعني. صح تقشير خفيف وبيقدروا ياخذوا كيوري بيستعملوه بالبيت تيكفوا التقشير ببيتهم. اوكي بيستعملوا الكريم دو جور بكريم دو نوي بينعمل على مره واحده هذا التقشير؟ لا التقشير بينعمل على 5 أو 6 مرات بالانستيتيوت. 5 مرات أو 6 مرات. نعم. 5 جلسات يعني. هلا رح نفتح امبول ميكو بولا ساكاريد. هذا الامبول بحضر لي البشره اوكي حتى اقدر احط حبوب الكافيار. بدي احطه على مرحلتين تبوتمو على البشره اوكي حتى تشربوا البشره. بدي اشوف ريحته كانت اوكي ريحته حلوه. هلا بنشوف البشره بتبلش تجدد الخلايا بجدد الخلايا بيساعد على البشره تضل رطبه ما تنشف. واكيد هيدا الكافيار هلا بدنا نبلش نستعمله يعني قبل العرس مش بنص الصيفيه تحطه وتنزل على البحر لانه مثل ما بنعرف الكافيار حامي شوي. صح. وهلا رح احط الامبول بس هيدا اللي حطيناها هلا بس على الوجه ما قربنا على العيون. لا ولا شيء بنستعمله على العيون. أوكي. رح نحط الماسك على بس العيون. الماسك هيدا الامبول بدنا نحضر فيه البشره تنحط البير دو كافيار على الوجه. أوكي. ونعمل فيه مساج على العيون. نعم بنعمل مساج. نعم بدي اخذ 4 ملي جرام اوكي وحطهم بالغاز. لاحظ خلينا نفرجيهم حبوب الكافيار نثبت ايدنا هيك اوكي شوفنا. وبسكر الشاشه بدي اعصر الحبوب بس اعصر الحبوب بينزل زيت الكافيار وبمرقهم على كل الوش. بتعرفي انا كان عندي شيء من قبل هيك كنت استعمله بالبيت كمان بشيش. نعم. كمان حبوب كافيار وبتحطيه على التعصريه على لانه الجل يلي حاوي هالزيت والمعادن انا ماني بحاجه له. هيدا الجل اسمه اجاجار بس اعصره بينزل منه زيت الكافيار بستعمله على الرقبه وعلى كل الوجه. اوكي هو معمول فيه زيت جوز الهند وريحته كتير حلوة. فيه شمامك يا هنانسي؟ اي خلينا نشوف ريحته رائعة كتير حلو. اوكي هلأ بدنا نعمل مساج كمان. هيدا كمان بكون هيك شوية وقت للصبية يعني بزيت الوقت عم تجي بتتغنى بتجي لعنا بزيت الوقت عم ترخي اعصابها عم تدلع حالها وعم تاخذ يعني ريتم كل حلوة. كل صبيه بحاجه لهيدا الشيء مش بس العروس كلنا بحاجه. بما انه اليوم الحلقه عن الودينج حبينا نخصص نقول للعروس بس هي كل ست فيها تعمله اذا عندها سهره اذا عندها دهره اذا عندها خطبه كل ست فيها تعمل هيدا الكور. مهم انه الصبيه دائما تهتم والاهم كمان انه تعرف تختار البرودوي المناسب لبشرتها. كيف يمكن من كريم دو جور كريم دو نوي الاشياء اللي بتنظف بشرتها فيهم وحتى كمان المواد اللي بتستعملهم تجميليه كمان. صح لازم دائما تستشير اخصيه التجميل تبعيتها مش من عند صاحبتها او جارتها مثل ما بنعرف تيجي ايه؟ بتقول لي صاحبتي قالت لي جربتي قالت لي هذا الكريم حطيه على وجهك بقشرك الكلام صح ما بيسوى الواحد يلعب ببشرته. هلا انا عم بختصر الامور لكن اخذ وقت اكثر. حياتي المساج عاده قد بتشتغلي بال 10 دقائق مينيموم وبشتغلوا اكثر اكيد بوقت اكثر. كل الستبات اللي عم بعملهم بياخذوا وقت اكثر. بس هلا لضيق الوقت عم نعطي فكره سريعه للمشاهدين. بعد عنا دقيقتين بعتقد انا في عندي الماسك بس خليني احطه حب فرجيه للمشاهدين كيف بنحط الماسك كمان دو كافيار. اوكي تساعدنا يلا بساعدك تشوف اذا انا حعرف. هذا الماسك اسمه ميكروتيك كافيار كمان فيه اسونس دو كافيار كله معمول من المعادن والاكيد حاخذ من الشباب حدا يفتح لي اياها هون.
قلتي لي شو هو هيدا؟ هيدا ماسك ميكرو اكتيف كافيار. ايه؟ محطوط فيه الاسانس معادن والاسيد والزيوت. نعم. هلا بنحطه كمان لفتره 12 هو دقيقه. هو شاشه بتنحط؟ شاشه صح. أوكي. مليانه كلها فيتامينات وزيوت. انا فيه بهالوقت حط الماسك سوان دو زيو تستفيد من من اثنين ماسك للعيون. اوكي. وللوش. ميرسي نانسي لانك عم بتساعدي. اوكي. حطيت الماسك انا على العين. اوكي. برجع بحط الماسك الكافيار على كل الوجه. نعم. والماسك قد ايه بيبقى وقت؟ شي 45 مينت ولا لا ما بده هالقد؟ نص ساعه يمكن. لا ما بدي كمان هالقد. شو بعدين لازم 12 دقيقه قلتي صح؟ انا عم بقلي رح تركيه تينشف. صحيح. هو معمول من الجيلاتين. اوكي. وكله زيوت ومعادن. رح شيل انا الورقه الزرقاء. اوكي. الشاشه بحطها على جنب لان هلا بدي استعملها. وهو ميل خشن ميل ناعم، بحط ميلة الناعمة ومعمول بشكل الوجه تما يزعج تكون مرتاحة تتنفس وما تتضايق مثل ما عم بتشوفوا. وكله الكافيار السيروم بقلبه بجنن. رح نتركها ترتاح للصبية ورح شيل الشاشة. بعد ما خلصت ننسي. يلا ثانية بدي شيل الشاشة الزرقاء. اوكي. ونتركه. نعم هون تركوه. رح احط الشاشه الثانيه على رقبتها. اوكي يلي كانت. نعم. بنوي تصبح على خير. بنوعيك بعد 12 دقيقه. وهيدي الشاشه كمان بستفيد منها بحياتك. طبعا عندك يعني عندك اكثر من سوان لكل اكيد لكل عروس الى سوان. بس هلا حبينا نعرفهم نوع بشرتها. نعم. بس هلا حبيت هالمره نعرفهم على الكافيار لانه اخر الدراسات بتقول احلى شيء للعروس هو السوان الكافيار. اوكي ميرسي حياه. ميرسي لالي. ثانكيو لحضورك معنا. ميرسي ميرسي ميرسي. ونعيما للصبيه. مشاهدينا اوف سوري مشاهدينا رح توقف للحظات قليله مع الاعلان وبنرجع بنتابع. خليكم معنا. سوري. في صحافه وهيك بتكبر القصه اكثر وبتكبر المشكله اكثر. مش حرم انا بنتي انا حر. البسي انا حذفت لها مشاهد. دي حذفت لي الفيلم كله. احطك على فشلك. تزعلي لي انت عايزه اقول حاجه معينه؟ انا مش قد احمد سعد. انا غير قابل للمنافسه. اول من هدد بالقتل من فضل شاكر هو انا. انا بعتبر ان حياتي الخاصه اوضه نومي. ما ينفعش اي حد افتح اوضه نومي وادخله. اوف انا اقصر في كلام اغنية؟ قولك انا خطفت نجوم. بعد كده اللي عايز بوسه يسالنا انا الاول. اعترفت قبل ما ادخل على فكره. من فضلك احترمي نفسك. لو انا قلت لك دلوقتي انت قللت الادب. انذار. مصارحه حره الاربعاء الساعه 9 المساء على الال بي سي. توك البرنامج اللي بينفرد بنقل اخر صيحات الموضه واهم ابتكارات المصممين بالتعاون مع شبكه فاشن تي في العالميه. كاتووك يوميا الساعه 11 المساء على الال بي سي. حفلات عيد الأضحى 2015 في القاهرة. روتانا تقدم السبت 26 سبتمبر الفنان رابح صقر. والفنانة ناتاشا. كل ما شفتها بنظراتها شغلني بس دائم. في فندق سامير ميس انتر كونتيننتال قاعة كليوباترا القاهرة. للحجز الرجاء الاتصال على 00202-27-9881-88 00966-55-88-66-138.
كثير من اغانيها بحب اغنيها. يا عطول رقص بعيوني. ما بيفوز اللي بيطلع من الاواخر هو اللي بياخذ هيك قلوب الناس اكثر. يا ريت عندك بحريه حطيت معاهم صغري وعليهم بنيت عمري ما وعدتك بنجوم الليل لترحم بغيوم الشمس. سولا تنين الساعة 9 المساء على ال بي سي. حفلات عيد الأضحى 2015 في الكويت. روتانا تقدم ثالث أيام عيد الأضحى. الفنان ماجد المهندس. أنا بعد شفت منك مالي رغبة بعد حب. الفنان نبيل شعيب. الحسن والذوق طبعا والروح. الفنانة الأنين. هلا بريحة هلي هلا باللي إلي. في فندق الكراون بلازا قاعة البركة الكون. يمر الوقت والذكرى ندامة. أهم الأخبار العربية والأجنبية من عربي. كواليس كل الأفلام والمسلسلات. سباق البوكس أوفيس المصري والهندي والأمريكي. كل أخبار الموسيقى العربية والعالمية. كل الأخبار الفنية على السوشيال ميديا والجوسب. كل اللقاءات والأخبار الحصرية فقط عربود. عربود يوميا الساعة 10 المساء على الـ LBC. أسبوع جديد من الأخبار الفنية الموسيقية والسينمائية بيطل عليكم دومين بابا. بقدم لكم بكل حلقة آخر المستجدات من عالم المشاهير. مين اللي قدر يحتل المرتبة الأولى لهالأسبوع بالبابا توب 5؟ أبرز نشاطات نجوم الموسيقى من حول العالم. Hi, I'm Adolf Bold and you're watching Pop Up. Pop Up الأربعاء الساعة 7 المساء على الـ LBC. We'll be right back.
عقبالك يا نانسي. عقبالك كمان نيفين. حلوه كثير هالاجواء واكيد مره جديده بدنا نشكر فرقه نغمات يلي رافقتنا. ماشي نطيت. مره جديده اكيد بدنا نشكرهم، شكرا على الجو الحلو يلي عملوا لنا اياه، وهيك بحمسوا كل اللي عم يحضرونا العزابيه يتجوزوا. وبنرجع لعند الشيف وليد. خلصنا وقبل ثانك يو ميرسي ثانك يو على كل العزابيه. صار كل شيء جاهز؟ كل شيء جاهز عندنا هون هلا. اوكي انا رح ادوق. بنحبكم تيراميسو. تيراميسو وهيدي شو هون؟ موس شوكولا. موس شوكولا. اوكي رح ادوق الموس شوكولا. لحظه مش عارفه بدي لا تيراميسو كثير طيبه، انا جربتها كثير طيبه. تشيز كيك بدك تشيز كيك؟ لا. اوكي طيب شايفين على السريع بس نعطي فكره كيف هالدسير بنقدر نقدمه او نعمله بالبيت اي سيده اذا هين عليها؟ كل السيدات بالبيت هين عليهم اذا عندهم رجال يشتغلوا. اها اكيد طبعا لازم الرجال يشتركوا ضروري. ما بقى في شيء للرجال. ما بقى في شيء. لا فعلا بالبيت بيقدروا يعملوها بالايارات الصغيره. هلا في بالسوبر ماركت 300 جرام الكريمه، في جبنه 200 جرام، صاروا بيجيبوهم من السوبر ماركت وبيشتغلوهم. نعم بكل سهوله، بطل بدهم ميزان، بطل بدهم كبايه ايام زمان. صار سهل التحضير. صار كمان سهل التحضير. واذا السيده ما بتعرف تعمل هالدسير بالبيت بتتوجه عند لاجوزي بتلاقي كل شيء بدها اياه موجود عندكم. شكرا كثير شيف لحضورك معنا. نتشكر فيك. هلا انا مش عم بحكي لانه وصلنا لختام حلقتنا. متشكر كثير يا سيما. انا على اساس قالت لي على البريك احكي انت. لا احكي انا بختم. انا يلا بدي اودعكم انه بحبكم كثير كثير كثير. وانا كمان. باي باي.